القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحياناً الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. في منعطف على الطريق المعروفة بشيمان دو فيلو، اصطدمت سيارة جيدو بصخرة. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك حضر إلى المكان رجال الإطفاء والدرك. كانت السيارة تحترق، أتت النيران على كل ما بداخلها. في جملة الملاحظات التي أضيفت إلى محضر الدرك أن رائحة بنزين النفاذة كانت تصدر من داخل السيارة المحترقة. لم تكن خطة محكمة. في منزل بزنقة لبيتيت ماري بمارسيليا أمضى جيدو أكثر من نصف عمره الممتد على 5 عقود. في ذلك المنزل ولد لأب جزائري وأم فرنسية. كان والده مولود بومية القادم من وهران قد استقر في فرنسا في العام 1953 بعد أن تزوج من إيزابيل بوانتو بائعة الخبز التي أسرت قلبه. لم تكن زيجة سهلة في تلك الحقبة من التاريخ. كانت الجزائر تغلي وحرب التحرير ترسم ملامح عهد جديد لن يتأخر. الولد الوحيد لمولود وإيزابيل ولد في العام 1957. كان الأب عاملا في الميناء بينما ظلت الأم تعمل في المخبزة. تلك ذكرى بعيدة بالنسبة لجيدو الذي غير اسمه من بومية إلى بومي. لم يفلح جيدو في الدراسة وتعلم حرفة السباكة، ثم ما لبث أن فتح محلا له في زنقة فرانسيس دو بريسونسي. ومع أن عمله ذاك كان يوفر له دخلا لا يستهان به، فإن انهماكه في القمار كان يدفعه إلى التفكير في وسيلة تتيح له أن يحصل على مبلغ كبير. كان يحلم بالسفر وحياة الترف والبذخ. تعلمون أن من يكون ذاك كل حلمه لا يتوقف أبدا عن المحاولة. لم يرث جيدو من ملامح أمه الفرنسية إلا القليل، بيد أن والده مولود ورثه كل ملامحه تقريبا. الذين يعرفون مولود لا يترددون في القول إن جيدو هو ابن مولود. لما بلغ 35 كانت لائحة عشيقاته طويلة. كنا من مستويات شتى، أخراهن اسمها كاترين توما كانت تكبره ببضع سنوات. بجانبها يحس بارتياح لعله افتقده مع أخريات. ذات مساء بينما كان في حانة قرب الميناء مضى به تفكيره بعيدا وجمح خياله. يومها كان يحس بأنه يلامس الوصفة التي ستأتي بالمال الوفير. نحن في مارس من العام 2007. لما غادر الحانة مترنحا كان قد قرر واختار، بقي عليه أن ينفذ. ذاك المساء أفضى لعشيقته بما يخطط له وجعلها شريكة. في يونيو من العام 2007 ليلة 5 إلى 6 منه، في منعطف على الطريق المعروف بشيمان دو فيلو، اصطدمت سيارة جيدو بصخرة. كان معه شخص آخر في السيارة. نزل جيدو ومضى يتلمس الطريق علّه يجد سكنا قريبا به من يساعده. بعد 200 متر تراءى له منزل بين الأشجار. قبل أن يصل سمع نباح كلبين. تقدم بحذر وقرع الجرس. خرج رجل له لحية اكتسحها الشيب. قال له إنه بحاجة إلى مساعدة لأن سيارته اصطدمت بصخرة على الطريق. قال إن له صديقا بقي في السيارة لأنه أصيب. بعد نصف ساعة أو ما يقرب من ذلك حضر إلى المكان رجال الإطفاء والدرك. كانت السيارة تحترق، أتت النيران على كل ما بداخلها. لما فتح رجال الإطفاء الباب من كرسي السائق سقطت جثة متفحمة. ثم بعد أن أخمدت النيران تم اكتشاف بقايا عظام بشرية. كان جيدو يصرخ: مات جيدو، مات صديقي جيدو. في محضر رجال الإطفاء والدرك قدم جيدو بومي نفسه أنه ألبير لوكوزان صديق جيدو. كانت حادثة سير عادية قتل فيها شخصان وفق ما تم إدراجه في محضر رجال الوقاية المدنية والدرك. كان يصعب التعرف على الجثة المتفحمة التي تم نقلها مع البقايا العظمية إلى المشرحة. طوي الملف
بل كاد يطوى. في جملة الملاحظات التي أضيفت إلى محضر الدرك أن رائحة بنزين النفاذة كانت تصدر من داخل السيارة المحترقة. قد تكون رائحة بنزين تسرب من السيارة. أفضت المعاينة التي أجراها خبير إلى أن النيران اشتعلت في السيارة نتيجة حدوث تماس كهربائي. صدرت التعليمات لنقل بقايا هيكل السيارة إلى مكان يحتفظ بها فيه إلى حين انتهاء التحقيق. اختفى جيدو عن الأنظار، وبعد شهرين أو ما يقرب من ذلك تقدمت كاترين توما لدى شركة تأمين وفي يدها بوليصة تأمين على الحياة قيمتها 100,000 يورو. استمهلت الشركة كاترين بضعة أيام قبل أن تصرف لها التعويض. لم يكن قد مر على اكتتاب التأمين على الحياة الذي وقعه جيدو لفائدة عشيقته كاترين سوى شهرين وبضعة أسابيع. كان الأمر يدعو إلى الشك. انتدبت شركة التأمين محققا للتحري. كانت الخطوة الأولى التي قام بها طلب معاينة بقايا السيارة التي احترقت، وقد استعان في ذلك بخبير في كهرباء السيارات. أفضت المعاينة إلى أن الصدمة التي تعرضت لها السيارة لا يمكن أن تسبب اشتعال النيران. لاحقا قال خبير آخر إن التماس الكهربائي حتى وإن تسبب في إشعال النيران فإن الحريق لن يبلغ الحد الذي بلغه حريق سيارة جيدو، حيث عثر على جثة متفحمة وبقايا عظمية. أبلغت شركة التأمين الدرك بما انتهت إليه تحرياتها. في تلك الأثناء كانت الشركة التي أمنت لجيدو سيارته قد صرفت لعشيقته 4,000 يورو. الخلاصات التي جاء بها محقق الشركة التي اكتتب عندها جيدو بومية التأمين على الحياة حفزت الدرك لإجراء تحقيق أكثر عمقا وأوسع نطاقا. في عيادة طبيب متخصص في التجميل في شارع سكاكيني في قاعة الانتظار جلس رجل يريد مقابلة الطبيبة. قال لها إنه يريد تغيير ملامح وجهه. لم يقدم تبريرا. قال إنه يجد أن ملامحه الحالية لا تجعل منه شخصا وسيما. بعد 15 يوما أجريت له عملية تجميل. كان يريد أن يغير وجهه بالكامل، ولكن الطبيبة أخبرته بأن ذلك مستحيل. تلك التعديلات التي أدخلت على ملامحه جعلت منه شخصا يختلف قليلا عن جيدو. قد يحسب الناظر إليه أنه شقيق أصغر لجيدو الذي لم يكن له أخ في الواقع. كان يقدم نفسه باسم ألبير لوكوزان. كان ينتظر كما تنتظر عشيقته أن تصرف لهما قيمة بوليصة التأمين على الحياة، ولكن المحققين عادوا إلى بقايا الجثة المتفحمة علها تنطق بما يفيد البحث. طقم الأسنان في تلك الجثة لا ينطبق بالمرة مع طقم أسنان جيدو الذي حصل عليه من طبيب الأسنان الذي كان يعالجه. كان ذلك الاكتشاف بداية الشك الكبير. ذلك يعني أن جيدو بوميه لم يمت ويتعين العثور عليه. كان المحققون موقنين بأن لديه أجوبة على ألغاز كثيرة بدأت تتراءى. ما كان حادثة سير عادية قد تخفي وراءها أشياء رهيبة. تسارعت خطى التحقيق، وكانت تصل من شركة التأمين أصداء عشيقة جيدو التي تستعجل الحصول على مستحقاتها. وضع هاتف كاترين توما على طاولة التنصت. بعد يوم واحد فقط رصدت مكالمة هاتفية. كانت كاترين تتكلم إلى جيدو. تم تحديد المكان الذي صدرت منه المكالمة، إذ كان جيدو هو المتصل. تقرر نصب كمين له والقبض عليه دون إثارة كبير انتباه ولا ضجة. كان المنزل يقع في زنقة إدمون دانت. لاحظ الذي تولى مراقبته أن شبابيكه لا تفتح. ثم تم تعديل الخطة وتقررت مداهمة المنزل. في الساعة 4 من صباح 8 من شتنبر من العام 2007 تمت عملية الاقتحام، وقبض على جيدو الذي لم ينفعه ادعاؤه أنه ألبير لوكوزان. ثم اعتقلت كاترين عشيقته وشريكته. ما لم يتوقعه المحققون وجود شريكين لجيدو، أحدهما يعمل في مستودع للأموات وآخر ممرض. اشترى جيدو خدماتهما بمبلغ زهيد، ببضع مئات من اليوروهات وبضع كؤوس من النبيذ والجعة.
كان جيدو يريد جثة يضعها في السيارة، حتى إذا ما احترقت واختفت ملامحها سهل الزعم بأنها جثة جيدو، ولكن الخطة لم تنفذ وتم تعويضها بأخرى. اعترف جيدو بأن الممرض ساعده في تخدير رجل من المتشردين، حمله معه في السيارة، ولما افتعل الحادثة وكان المتشرد فاقدا الوعي وضعه في مكان السائق. كان الذي يعمل في المشرحة قد زوده ببقايا عظام بشرية. يعترف جيدو أنه قبل أن يذهب لطلب المساعدة بلل المتشرد بالبنزين وألقى منه كميات هامة في كل الأرجاء داخل السيارة، ثم أضرم النار ومضى. كان يظن أن شركة التأمين ستصرف قيمة بوليسة التأمين على الحياة دون ما مزيد من البحث. كان يظن أيضا أن تغيير ملامح الوجه سيتيح له تخفيا ويبعد عنه المتعقبين، وقد خاب ظنه. القناص. حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي كان القنص هواية للمولعين بملاحقة الطرائد، لم يكونوا كثرا، ثم إن الهواية بلا ولع ظهرت، ومعها ظهر قناصون من ميسوري الحال، لهم المال لشراء البنادق والعتاد الأكثر تطورا والسيارات رباعية الدفع الأقوى تمكنهم من تخطي العقبات الأكثر وعورا، ثم إنهم يستطيعون التوفر على كلاب جيدة التدريب ومحصنة بأحسن ما يقدمه البياطرة من علاج ووقاية. لم يكن عبد القادر بلمعطي من حديثي العهد بالقنص أولئك. أحيانا حين يأتي على ذكر تجاربه مع الوحيش يخيل للمستمع إليه أن الرجل ولد صيادا. نحن الآن في العام 2006، سنوات عشر انقضت على تقاعد عبد القادر من وظيفته في شركة للمشروبات الغازية. من كل معدات القنص التي كانت له لم يعد يحتفظ سوى ببندقيته القديمة، تخلى عن آخر كلبي صيد كان لديه قبل 7 أعوام. يكره أن يخوض في هذه الأمور، وحين يكون مضطرا للحديث عن ذلك يقول إن منحة التقاعد التي يحصل عليها لا تكفيه للحفاظ على مستوى عيشه كما كان في السنين الماضية من عمره. تكاليف رخصة الصيد وسلاح الصيد مما لا يستطيع تحمله. مع ذلك فإن بعضا من حديثي العهد بالقنص ممن يتعاطونه دون أن تكون لهم دراية ولا ولع كانوا كلما فتح موسم الصيد يبحثون عن عبد القادر بن المعطي ليكون معهم في غزواتهم تلك، ولم يكن يحمل لمرافقتهم سوى بندقيته القديمة يدسها في مكان خفي من السيارة التي يركبها. هو يعلم جيدا أنه لا يحق له ذلك، فمنذ سنوات خلت لم يجدد رخصة الصيد. الذين يصحبونه معه يوفرون الذخيرة وكل شيء، وهو في 70 لم يفقد الكثير من مهارته، ومن يظفر باصطحابه يعود من رحلة الصيد محملا بطرائد وفيرة. يسكن عبد القادر وزوجته منزلا آل إليه من والدته في العرائش في المدينة العتيقة. لم يرزق خلفا ولم يسعى كما كان يفعل كثيرون إلى الزواج من أخرى. زوجته خدوج كانت حبه الأول ولا يرى للحياة طعما دونها، ولعله الآن ولم يعد بمقدوره امتلاك كلاب للصيد، لعله وجد بدلا عنها في تربية الطيور. في فناء الدار علقت أقفاص بها أزواج من الطيور المغردة. عدا مواسم الصيد تنزع الحياة اليومية لعبد القادر بن المعطي إلى ما يشبه الرتابة. ذهاب إلى السوق صباحا حين يحتاج إلى التسوق، وحين لا يذهب فإنه يأتي إلى مقهى في ساحة إسبانيا حيث يكون اللقاء مع أصدقاء له قدامى أغلبهم من المتقاعدين مثله. كان يحرص على أداء صلاة الظهر في المسجد الكبير ثم يعود إلى منزله. وإلى ولعه بالقنص كان عبد القادر من المهووسين بكرة القدم. كان مناصرا وفيا لفريق ريال مدريد، وكان ذلك مما سبب له خصومات نادرة في حياته. قبل بضع سنين تعرف إليه الغازي، لا يعلم له اسما سواه، وكان رجلا دون 40 حديث الإقامة في العرائش.
الذين قدموه له قالوا إنه مقاول في البناء، وكان ما قالوه منسجما تمام الانسجام مع هيئة الرجل، ملبسه ومركوبه. كان قوي البنية بسحنته حمرة، وكان يتنقل على متن سيارتين، إحداهما من رباعيات الدفع الكبيرة سوداء اللون داكن لون زجاجها، وأخرى من تلك السيارات التي لا يمتلكها إلا ذو سعة من المال. حاول عبد القادر بما لديه من وسائل أن يعرف المزيد عن الغازي، ولكنه لم يظفر بشيء إلا ما كان من أنه يسكن منزلا في أحد الأحياء الحديثة على طريق الرباط. وقد ظن عبد القادر أن الرجل يقيم وحيدا في ذاك السكن. ستكشف له الأيام أن الغازي غير متزوج. لم يسعى إلى الحصول على معلومات أخرى لا حاجة له بها. في قائمة معارفه الذين يشتركون معه في الولع بالقنص رجال من طينة الغازي وأصدقائه وآخرون. أياما قبل افتتاح موسم الصيد للعام 2006، كما كل القناصين كان عبد القادر يستعد. لم يكن لديه أشياء كثيرة يعدها للموسم غير بندقيته القديمة غير المرخصة. ما كان يقوم به مساعدة البعض في الإعداد للموسم، ومنهم الغازي الذي كانت له بندقية جديدة من النوع الجيد. كان الرجل يحرص على أن يشتري بذلة قنص لكل موسم يتباهى بها أمام باقي الصيادين. ثم إنه أثناء الإعداد للموسم يغيب يومين أو ثلاثة، ثم يأتي بكلبيه. يقول إنه يتركهما في ضيعة له في سيدي سليمان مع العربة المقطورة المخصصة لهما. بدأ موسم القنص. كان عبد القادر بالمعطي ينشط في مجموعة من 12 صيادا ينضم إليهم أحيانا مرافقون. كان حاله هو كحال 3 آخرين من الصيادين القدامى الذين يمارسون هوايتهم التي يعشقون بفضل أولئك الميسورين الذين ولجوا القنص طلبا للمباهاة. كانت وجهة المجموعة إلى دار الراطي. ضرب أعضاء المجموعة موعدا بالقرب من باحة الاستراحة الواقعة في مدخل العرائش على شارع عمر بن عبد العزيز. قبل أن يرفع آذان صلاة الصبح كانت 8 سيارات رباعية الدفع مصطفة على جانب الطريق. ملأ المكان نباح الكلاب الآتي من العربات المقطورة التي تحملها أو من السيارات، ودبت الحركة بين السيارات المركونة، ومن أفواه المتحركين يخرج ما يشبه الدخان. ثم رفع الآذان من المساجد المنتشرة في الأحياء. سمع من يقول إنهم لن يتحركوا قبل الصلاة، وكذلك اصطف 4 خلف أحدهم اتخذوه إماما. ولما قضيت الصلاة هرول أغلب الصيادين إلى السيارات. التحق عبد القادر بالغازي، وبعد دقائق تحرك الموكب، وفي مقدمته سيارة بوغالب مشيش، وهو أحسنهم عدة وأغناهم تجارب. كانت سيارة رباعية الدفع بلون أخضر داكن كلون السيارات العسكرية، تجر خلفها عربة مقطورة وضع بها 5 من كلاب الصيد المدربة. يملك بوغالب مشيش ضيعة فلاحية من أنشطتها الأساسية تربية الأبقار الحلوب، وكان له أيضا حضور في ميدان العقار. عم مقصورة سيارة الغازي صمت إلا ما كان من موسيقى خافتة تأتي من المذياع. يكاد النعاس يغلب عبد القادر. لما وصل الموكب القصر الكبير لم تكن المدينة قد استيقظت بالكامل بعد. في الطريق 4 أشخاص يريدون إلى العمل، البعض منهم يمتطون دراجات هوائية. اخترق الموكب المدينة وسلك الطريق الإقليمية التي تنبع من ظهرها. كل القرى التي مر بها كانت مستيقظة. قطعان الغنم والماعز في طريقها إلى مراعيها. كان قد انقضى من الوقت 1 ساعة ونحو نصف الساعة لما بلغ القناصون مشارف غابة دار الراطي. غير بعيد عن الطريق فسحة اعتادوا التوقف بها لتناول وجبة الفطور. قاد بوغالب الموكب إلى الفسحة. ركنت السيارات جنبا إلى جنب، ونزل من كانوا على متنها، منهم من يتمطى، وآخرون أنزلوا معهم حقائب زادهم،
وما لبث أن تشكلت حلقتان كتلك التي تتشكل حول مائدة الكسكس وما يصاحبها من بهجة واحتفالية. انتبه عبد القادر إلى أن الغازي انعزل عند جذع شجرة، كان يجري مكالمة هاتفية، وظن أن الرجل لن يلبث أن يلتحق بإحدى حلقتي الأكل، فصرف نظره وانخرط فيما كان يدور من حديث بين الصيادين، وفي كثير منه تضخيم لبطولات ومواقف شجاعة في مواجهة الطرائد ودقة التصويب. يعلم عبد القادر علم اليقين أن في كثير مما يقال نصيب وفير من الكذب، ولكنه لا ينكر أنه كما باقي الصيادين يجد متعة فيما يحكى. تقاسم الرجال ما جاءوا به من طعام، ثم إن أبو غالب الذي بوؤوه مقعد القيادة بينهم نهض معلنا أن الاستراحة انتهت وأنه آن أوان التوغل أعمق في الغابة. انتبه عبد القادر إلى أن صاحبه الغازي لم يبرح مكانه الذي انزوى فيه، كان منهمكا في المكالمة الهاتفية التي بدا مضطرا إلى إنهائها. كان عبد القادر ينتظره عند سيارته، ولما رأى سيارات الموكب تتحرك أسرع الخطوة مقبلا على عبد القادر، كان بوجهه ما يدل على قلق. تساءل عبد القادر عما إذا كان الغازي جاءه خبر غير سار. لم يطل انتظاره، ما أن وصل إليه قال له إنه مضطر للعودة إلى العرائش لأمر طارئ. كان لذلك وقع الصدمة في نفس السبعيني. ما قاله الغازي ليس له من معنى إلا أنه لن يشارك في رحلة الصيد، وأن نصيبه منها ينتهي الآن على مشارف غابة دار الراطي. بدا الغازي مستعجلا للعودة. استمهله عبد القادر لحظات مضى فيها إلى أبو غالب يخبره. الرجلان يتعارفان منذ سنين بعيدة، ولذلك دون تردد طلب منه أن يركب معه. لوح بيده للغازي بما أفهمه أنه سيواصل الرحلة مع أبو غالب. رد الغازي بأنه فهم، ثم تحرك الموكب، وشهد الغازي ينطلق بسرعة بسيارته تتبعه عربة الكلاب. لم ينتبه عبد القادر إلى أنه ترك كل أغراضه في سيارة الغازي، وأهمها بندقيته القديمة التي رافقته طوال مواسم الصيد التي شارك فيها. كان الموكب قد توغل في غابة دار الراطي لما تذكر عبد القادر. أخبر بذلك أبو غالب الذي طمأنه بأنه سيتقصى ما إذا كانت لدى أحدهم من أفراد المجموعة بندقية زائدة. لما توقف الموكب وأنزلت الكلاب من أقفاصها عم المكان نباحها، كان عبد القادر يتأمل المشهد بحسرة لا يفهمها ولا يستوعبها إلا ذو ولع بالصيد كما هو حال صاحبنا. وفي خضم تلك الجلبة التي تحدثها الكلاب جاءه أبو غالب بما يدخل السرور إلى قلبه، فقد وجد من يعيره بندقية صيد بل ويزوده بالذخيرة. علم عبد القادر أن البندقية لرجل أعمال من طنجة كان قليل الكلام، ومن أولئك الصيادين الذين لهم ولع حقيقي بالصيد وبالفرجة التي تحدثها ملاحقة الكلاب للطريدة تدفعها إلى حيث تتلقى الرصاصة التي تنهي هروبها من قدرها المحتوم. أمضى السبعيني يوما تام المتعة، كانت الطرائد وفيرة والانسجام تام بين أفراد المجموعة. ولما مالت الشمس إلى المغيب التأمت المجموعة وحملت السيارات الطرائد من أرانب وخنازير برية، ووضعت الكلاب في عرباتها، ثم تحرك الموكب منتظما كما جاء. عبد القادر الآن في سيارة أبو غالب التي لا تسبقها سيارة. لما بلغ منزله يحمل 3 أرانب برية، كانت الساعة تقترب من 10 ليلا. استقبلته زوجته بابتسامتها المعهودة، وضع الطرائد في المطبخ ومضى يتجرد من لباس القناص، وما أن جلس حتى أخبرته بأن شخصين جاء يسألان عنه. قليلا ما يحدث أن يسأل أحدهم عن عبد القادر في سكنه، علم منها أنها لم يسبق لها أن رأتهما. لم يهتدي عبد القادر إلى من يكن الرجلان،
ثم إنه ما لبث أن صرف تفكيره عنهما، إذ أقبلت خدوج زوجته بوجبة عشاء توقعها لذيذة ككل الوجبات التي تعدها له، وما أن كاد يفرغ من الأكل حتى سمع جرس منزله يرن. أطل من نافذة الصالون. من؟ رأى رجلا يتراجع خطوتين حتى يراه، لم ينطق بكلمة وأشار إليه أن انزل. من؟ سألته زوجته. رجل لا أظن أنني أعرفه، سأنزل لأرى. نزل السبعيني السلم، قد يكون فكر في الحيطة عندما فتح النافذة الزجاجية في باب المنزل. اقترب منه الرجل الذي رآه من أعلى، نظر إلى وجهه متفحصا، إنه لا يعرفه. اقترب الوجه أكثر وألقى بالسلام. لم ينتظر سؤالا من عبد القادر، أبلغه أنه من الشرطة وأنه جاء يخبره بضرورة الحضور إلى المفوضية. سلم إليه استدعاء وهو يؤكد أن عليه الحضور في الساعة 9 صباحا. عبثا حاول عبد القادر أن يعرف من الرجل سبب طلبه للحضور إلى مفوضية الشرطة، وقد مال رأيه وهو يصعد السلم إلى أن في الأمر خطأ ما، كذلك ظن. لما عاد إلى مكانه حول مائدة العشاء التي لم تعد تحمل الآن إلا براد شاي، فتح الاستدعاء ورأى أن الاسم اسمه وأن الساعة 9 هو موعد الحضور. في السطر المخصص لتبيان سبب الاستدعاء كتب: لأمر يهمكم. كانت زوجته قد غابت للحظات في المطبخ، ولما عادت كما توقعه سألته عمن يكن الرجل. أخبرها بأنه من الشرطة وأنه مطلوب للحضور إلى الكوميسارية غدا في 9 صباحا. لماذا؟ سألت الزوجة بنبرة قلقة. لست أدري، ولم يخبرني الذي حمل الاستدعاء بأي شيء. في كل الأحوال الصبح قريب. عم صمت لم يمزقه إلا الصوت الذي أحدثه عبد القادر وهو يرشف من كأس الشاي. قد يكون يفكر فيما يجعله مطلوبا لدى الشرطة، هو الذي كان آخر عهد له بمصالح الأمن الوطني لما مضى هو وزوجته لتجديد بطاقة التعريف. لما آوى إلى فراشه لم ينم، وإنما هو تجوال في الفرضيات كلها. المرة تلو المرة يعود ليقنع نفسه بأن الأمر يتعلق بخطأ ما، وما له أن يقلق. هي إخفاءات متقطعة مزقت ليلة عبد القادر. ثم من المسجد القريب جاء صوت المؤذن ينادي إلى صلاة الصبح. نهض من فراشه، لحظتها فقط أحس بالتعب، لعله نتاج يوم القنص الذي أمضاه أمس في دار الراطي. توضأ وصلى ورفع كفيه بالدعاء: اللهم اجعله خيرا. لما فرغ عبد القادر من الصلاة لم يعد إلى فراشه كما دأب على ذلك. جلس في الصالون شارد الذهن. على الطاولة ورقة الاستدعاء تذكره بموعده في مفوضية الشرطة. انتبهت خدوج زوجته إلى أنه لم يعد إلى فراشه، نهضت من مرقدها وجاءت إليه. لم يكن ليخفى عليها انشغاله بموضوع الاستدعاء فتوارت. لا يدري كم مضى من الوقت لما لمحها تصلي، ثم إنها طوت سجادة صلاتها. من المطبخ يأتيه ما يخبره بأن خدوج منهمكة في إعداد وجبة الفطور، وجاءه اليقين مع رائحة القهوة التي ملأت أرجاء البيت. كان التفكير في السبب الذي جعل الشرطة تطلبه يعاوده موجات كما تعاود المريض نوبات الحمى. ثم إنه عبثا يحاول أن يصرف عنه الظنون ويقنع نفسه بأنه لن يلبث أن يكتشف أن المطلوب شخص آخر قد يكون شبيهه في الاسم. جاءت خدوج تحمل صينية من ألومنيوم ثقيل بها كأسان وإبريقان، واحد للقهوة وآخر للحليب. وهي تمشي إلى المائدة يحدث الكأسان رنينا خفيفا. وضعت الصينية وعادت إلى المطبخ لتأتي بخبز قامت بتسخينه وصحن أبيض به زيت زيتون تتوسطه بيضتان مقليتان. استوى عبد القادر على كرسيه، واقتعدت خدوج الكرسي المقابل. لم تتكلم إلا بعد أن صبت في كأسه قهوة وحليبا، ثم وهي تملأ كأسها قالت له: أراك مشغول البال. لا تقلق،
توقع خيرا يكون خيرا. نظر إلى الساعة القديمة المعلقة على الجدار، 6:30. قدر أن عليه أن ينطلق إلى الكوميسارية في 8:15. لهنيهات استحضر وقائع من رحلة الصيد في غابة دار الراطي وأحس ببقية من متعة الأمس. ثم إن يده امتدت إلى جهاز ترانزستور 8 يحتفظ به منذ سنين غابرة، ولكن غلافه الجلدي البني ظل في حالة جيدة، وجاءت من المذياع موسيقى كسرت الصمت الرتيب. مضى عبد القادر إلى غرفة النوم. من الدولاب أخرج جلابة بنية بها خطوط سوداء كان قد اشتراها في رمضان الماضي، وأخرج طربوشا بنيا منسجم لونه مع الجلابة. الساعة المثبتة على الجدار تشير إلى 7:15. لديه ساعة من زمن قبل أن يغادر إلى الكوميسارية. تذكر أن عليه أن يحمل بطاقة تعريفه. لقد تعلم منذ زمن بعيد أن بطاقة التعريف أول ما يسأل عنه المرء إن ولج إدارة أو مصلحة ما أو استوقفته دورية للأمن. لحظتها فقط تذكر أن بطاقة تعريفه بل وحافظة نقوده وبندقيته مما نسيه في سيارة الغازي، إذ فاجأه في مدخل غابة دار الراطي بأن عليه أن يعود سريعا إلى العرائش. من درج يخصصه لكل الوثائق والأوراق التي يعدها هامة أخرج كناش الحالة المدنية. بتلقائية فتحه في الصفحة الأولى صورته يوم استخرج الكناش قبل ما يزيد على 45 عاما. لم يكن برأسه صلع ولا شيب. الختم الذي وضع على الصورة يكاد يخفي فمه، وختم آخر طويل امتد عموديا على الخانة التي تخص المعلومات عن صاحب الكناش يقول انظر الصورة. قلب الصفحات الخاصة بالأولاد، لم تكن بأي منها كتابة. سيحمل الكناش ليدلي به إثباتا للهوية. في 8:15 كما قدر كان قد أنهى استعداده للتوجه إلى الكوميسارية. وقف بباب المطبخ وودع زوجته، سمعها تدعو الله أن ييسر كل عسير. في الشارع عدا بعض محلات البقالة والمقاهي لم تكن المدينة قد استيقظت بعد. لما وصل باب مفوضية الشرطة حيث هو مطلوب نظر إلى الساعة في معصمه، كانت تشير إلى 9. في الانتظار 4 أشخاص، وقد ظن عبد القادر أنه سيجد في انتظاره ذلك الرجل الذي حمل إليه الاستدعاء. تقدم بنبرة فيها صرامة لا تخفى، سأله الشرطي الواقف بالباب عن الغرض الذي جاء من أجله. فتح كناش الحالة المدنية وأخذ من بين أوراقه تلك الاستدعاء. وجهه الشرطي إلى مكتب يوجد في عمق ممر غير فسيح. كان باب المكتب موصدا، طرقه فجاءه من الداخل صوت يأذن بالدخول. دخل وأفشى السلام. خلف المكتب شاب حليق الوجه صف شعر رأسه بعناية. نظر إليه، بادره عبد القادر بأن قدم إليه ورقة الاستدعاء، ما أن قرأها الضابط حتى طلب منه الجلوس. أنت إذن عبد القادر بن المعطي؟ نعم سيدي. اعطني بطاقة تعريفك. ناوله كناش الحالة المدنية، وقبل أن يسأله قال له إن بطاقة تعريفه مما نسيه في سيارة صديق له كان أمس معا في رحلة صيد. تسلم الضابط كناش الحالة المدنية، نظر في الصفحة الأولى حيث صورة عبد القادر لما كان شابا، ودون أن يرفع بصره إليه ثانية سأله هل تعلم لماذا استدعيناك؟ لا يا سيدي لا أعلم. عم المكتب صمت استمر دقائق بينما امتدت يد الضابط إلى دولاب حديدي، فتح بابه محدثا صريرا، أخرج ملفا لونه أزرق فاتح وضعه على المكتب وأقفل باب الدولاب محدثا صريرا جديدا. فتح الملف، لاحظ عبد القادر أنه يحتوي على أوراق وعلى ما بدا له أنها صور. حتى الآن لم يعلم سبب استدعائه. ثم إن الضابط فاجأه بأن أراه بطاقة تعريف وطنية وقال إنها بطاقة تعريفك.
وكأنه يقدم لأمر ما أردف: عليك يا سي عبد القادر أن تصدق في كل ما ستقوله. سمع قرع جرس في الممر الذي يوجد المكتب في آخره، ثم إن الباب فتح ووقف شرطي بزيه الرسمي مؤديا التحية. طلب منه الضابط أن ينادي على مساعد له ذكره له بالاسم. بعد دقائق جاء شاب نحيف الجسم بيده كناش سميك، أدى التحية وأشار إليه الضابط بالجلوس. اقتعد كرسيا مقابلا لعبد القادر. قال الضابط: إننا سنستمع إلى أقوالك. حول ماذا؟ قاطعه عبد القادر. كان الشاب الذي جلس مقابلا قد فتح الكناش وأخرج قلما بغطاء أزرق، ثم جاء صوت الضابط: هل تعرف علال الساكت؟ لا، لا أعرف أحدا بهذا الاسم. غريب ألا تكون تعرفه. كيف حدث إذن أن عثر لديه على بطاقة تعريفك؟ ارتبك عبد القادر، سأل نفسه وهو ينظر إلى الأرضية الرمادية للمكتب، سأل نفسه عما إذا كان الغازي أضاع البطاقة. كان الجالس مقابلا له يكتب. عاد الضابط إلى الملف ذي اللون الأزرق الفاتح وأخرج منه صورة، ثم عرضها عليه وهو يسأله من جديد: هل تعرف هذا الشخص؟ التفت إلى الصورة وسريعا نطق اسم الغازي: إنه الغازي، نعم أعرفه، ولديه نسيت أغراضي أمس. اسمه الغازي؟ عاد الضابط يسأل. نعم سيدي، ذلك ما أعرفه. ودون أن يسأله الضابط سرد عبد القادر مراحل رحلة الصيد في غابة دار الراطي التي تراجع عنها الغازي قبيل أن تبدأ. الذي في الكرسي المقابل له يسجل كل ما يقوله. وقف الضابط وفتح باب الدولاب الحديدي. حدث الصرير نفسه الذي أحدث آنفا، انحنى ومن الجزء الأسفل أخرج كيسا بلاستيكيا شفافا، سرعان ما اكتشف عبد القادر أنه يحتوي على بندقية صيد ما لبث أن تعرف عليها، هي بندقيته التي نسيها في سيارة الغازي. لم ينتظر أن يسأله الضابط: إنها بندقيتي، هي الأخرى نسيتها لدى الغازي. لعله لم يتوقع أن يسأله الضابط عن وثائق حيازتها. لم يجد من جواب غير أنه يحتفظ بها للذكرى ولا يستعملها. ولكنها استعملت، قطعه الضابط. لا يا سيدي، لم أستعملها منذ موسم الصيد العام الماضي. قلت لك إنها استعملت وأزهقت روحا. أحس عبد القادر وهو يسمع ما قاله الضابط وكأن رعدا قويا انفجر حذو أذنيه، كاد يغمى عليه. انتبه الضابط إلى وجهه الذي امتقع وناله شحوب بين، وقد يكون أراد أن يطمئنه لما قال: أعلم أنك لم تستعمل بندقيتك، لكن صاحبك استعملها وقتل بها نفسا. بكى السبعيني في صمت، من عينيه انسكبت دموع لم يستطع امساكها. لما سأله الضابط عما يعرفه عن ذاك الذي نسي عنده أغراضه، اكتشف أنه لا يعرف شيئا إلا أن الرجل يسمى الغازي، وأنه كان يقول إنه مقاول في البناء، وإنه يملك ضيعة في سيدي سليمان. عاد الصمت ليسود المكتب، وتوقف الذي في الكرسي المقابل عن التدوين. تنحنح الضابط، نظر في عيني عبد القادر وقال له: إنك لا تعرف شيئا عن صاحبك الذي تقول إن اسمه الغازي، إنما اسمه الحقيقي علال الساكت. ليست له مقاولة كما زعم لك ولا ضيعة. كل ما كان يبدو عليه من مظهر غنى ورفاه إنما مصدره أموال زوجة خال له توفي منذ سنوات، وكان حصل منها على توكيل لتدبير ما ورثته عن زوجها، وكانت شريكة له في عدد من مشاريعه. كان يتصرف في تلك المشاريع تصرف المالك فيما يملك. ولما لمس منها محاولات لإلغاء الوكالات التي منحتها إياه، قام بحبسها في المنزل الذي يسكنه. قال الضابط لعبد القادر: لولا يقيني لما تركتك تبيت في فراشك البارحة. تبع عبد القادر بمخالفته قانون حيازة السلاح، إذ كان يحتفظ بالبندقية دون أن يجدد رخصة استعمالها ولا رخصة الصيد.
وقد اعتبر ذلك هينا في مقابل ما اكتشفه. علم أن ذاك الذي كان يقدم نفسه باسم الغازي واسمه الحقيقي كما رأينا علال ساكت كان شخصا مبحوثا عنه منذ سنوات في قضية تهريب وترويج المخدرات، كان ينقلها إلى الدار البيضاء ويزود بها مروجين محليين، ثم إنه جاء إلى العرائش هاربا ووجد ملاذا آمنا لدى خاله وكان مقاولا في البناء، لكنه باع مقاولته لما استشعر تدهورا في حالته الصحية، وما لبث أن توفي الخال متأثرا بمرضه. كانت زوجة خاله تعتمد عليه كثيرا وظنت أنه سيصون الثقة التي وضعتها فيه ووضعها فيه زوجها من قبل. علم عبد القادر أن ذاك الغازي تمكن من الحصول على بطاقة تعريف مسروقة وضع صورته عليها مكان صورة صاحبها الأصلي، ولعل ذلك ما جعله يفلت من القبض عليه سنين عديدة. ثم إنه اكتشف أن الرجل ما أتى به إلى مجموعة القناصين تلك التي ينشط ضمنها إلا سعيه إلى نسج علاقات مع مجموعات في مكوناتها رجال من النخبة من إدارات ومصالح مختلفة. كان في كل ذلك ما يثير لديه العجب، ثم إنه وكانت القضية على وشك حسمها أمام القضاء وقف على حل للغز، لغز تراجع الغازي عن رحلة القنص. الاتصال الهاتفي الذي جاءه كان من شخص كلفه بمراقبة المنزل الذي يسكنه، أبلغه أن امرأة خرجت من هناك من باب مرآب السيارات وأنها ما أن أقفلت الباب حتى استوقفت سيارة أجرة وركبتها إلى وجهة لم يعلمها. كان ذلك ما دفع الغازي يومئذ إلى حافة الجنون. لما عاد مسرعا دعا من كان وكله بمراقبة المنزل إلى الدخول، أدخله إلى المرآب وصاح في وجهه: لما تركتها تمضي؟ كان الرجل الثلاثيني تحت وقع المفاجأة لم يهتدي إلى جواب. دفعه الغازي إلى مخزن ذي باب من حديد وأقفل الباب. كان يتصفد عرقا ويستشيط غضبا، لا يدري أين ذهبت زوجة خاله تلك التي كان يناديها الحمقاء. في لحظة من غضبه ذاك قرر أن يتخلص من مخبره، فتح الباب الخلفي لسيارته رباعية الدفع السوداء وكان ركنها عند باب المنزل، وأخرج بندقية عبد القادر القديمة. عاد إلى الداخل، كان يأتيه صراخ الرجل الذي زج به في المخزن. وضع خرطوشتين في بندقية عبد القادر، أمسكها وكأنه يتربص بخنزير بري، تقدم نحو باب المخزن وفتحه بقوة، لم يترك للرجل فرصة للخروج أو الكلام. صوب الطلقة الأولى إلى صدره ثم الثانية إلى عنقه، هوى مكانه ميتا. في تلك اللحظة وصلت إلى باب المنزل سيارة شرطة، نزلت منها المرأة زوج خال الغازي ومضت إلى باب المرآب وفتحتها. كان بجانبها رجل أمن رافقها. كان صادما ما اكتشفاه، الغازي لا يزال ممسكا بالبندقية. حاول أن يصوب إلى زوجة خاله ولكنه لم يكن بالبندقية رصاص. حاول الاندفاع هاربا ولكن الضابط أمسكه وجاء زميله الذي بقي في السيارة يساعده. في المخزن جثة هامدة في بركة من دم، ضبط بالجرم المشهود وسقطت عنه كل الأقنعة وكل الأثواب التي تلفع بها على مدى سنين طويلة. لغز ليلى الحمراوي. في 6 أبريل من العام 2005 كانت فضيلة بن رابح على موعد مع ابنتها ليلى الحمراوي في ساحة برشلونة في تونس. كانت ليلى المتزوجة من محام والتي تعمل في أحد أقسام وزارة المالية على موعد مع طبيب الأسنان في حدود 2:15 بعد الظهر، وقد اتفقت مع والدتها على اللقاء في 4، لم تكن قد التقتها منذ نحو 10 أيام. مضت الأم فضيلة إلى ساحة برشلونة. كان يوما ربيعيا، خرجت المرأة من منزلها في نهج سيدي البنا ثم سلكت نهج الجزائر الذي أفضى بها إلى ساحة برشلونة. لما وصلت
كانت الساعة تقترب من الرابعة، هي دقائق وستأتي ليلى. ليس بعيدا نهج مارسيليا المتفرع عن شارع بورقيبة حيث توجد عيادة طبيب الأسنان، ولكن ليلى لم تأتي. جاوزت الساعة الرابعة والربع، تعلم فضيلة أن ابنتها تحرص على احترام المواعيد. طردت عنها القلق الذي بدأ يتسرب إلى قلبها، قالت ربما تأخرت عند طبيب الأسنان. في الرابعة والنصف لم تظهر ليلى. الآن اكتسح القلق أحشاء فضيلة، هي تعرف عنوان عيادة طبيب الأسنان. بعد 10 دقائق كانت في باب العيادة. أبلغتها السكرتيرة بأن ليلى لم تحضر إلى موعدها في 2:15. سألتها فضيلة إن كانت اتصلت لتعتذر. لم تتصل ليلى بالعيادة. كانت ليلى قد تزوجت قبل أشهر من ابن خالتها مهدي حنينة الذي كان يعمل بوزارة الخارجية، وتم تعيينه قبل 2 في إحدى القنصليات بفرنسا، وكان مرتقبا أن تلتحق به بعد إتمام الإجراءات الإدارية. بعد أن غادرت عيادة طبيب الأسنان توجهت فضيلة إلى منزل ابنتها، كانت تسكن نهج لوكسمبورغ المتفرع عن شارع جون جوغيس. قرعت الجرس مرات متتالية دون أن يأتيها جواب. الباب الخشبي السميك ذو اللون الداكن ظل موصدا. عادت فضيلة أدراجها، كانت ترجو الله أن يكون السبب خيرا. لما عادت إلى البيت كان زوجها بالعيد أبو ليلى قد عاد من عمله منذ 2 ساعة. كتمت القلق الذي ينهشها من الداخل، مضت إلى الهاتف وركبت أرقام منزل ابنتها الوحيدة. ظل الهاتف يرن بلا جواب. كررت الاتصال 3 أو 4 مرات. بالعيد منهمك في قراءة مقال استهواه في صحيفة محلية. اقتربت منه، ما زالت تتردد هل تخبره؟ ثم خاطبها صوت من أعماقها، لم يعد يجدي التكتم، يجب أن يعلم. قالت له: تعلم أنني كنت على موعد مع ليلى؟ دون أن يرفع رأسه قال: إيه، ولكن ليلى لم تأتي. كان يواصل القراءة في صمت. هل سمعت؟ ماذا؟ ليلى لم تأتي، ليلى لم تذهب إلى طبيب الأسنان، ليلى. إذ ذاك فقط رفع رأسه، أزاح من عينيه نظارتيه. وهل اتصلت بها؟ ذهبت إلى منزلها وطرقت الباب، لم تكن هناك. ومنذ عدت اتصلت بها 3 أو 4 مرات في هاتف منزلها ولكنها لا تجيب. لا أخفيك أنا قلقة. كانت الساعة تقترب من 8 مساء. نهض بالعيد من مكانه. على الطاولة كأس قهوة سوداء بقي فيه نصف محتواه ومرمدة بها 3 أعقاب سجائر. قال الرجل: يجب أن نبحث عنها، أنا ذاهب إلى منزلها، أنا آتية معك. ركب سيارتهما وانطلق إلى نهج لوكسمبورغ. ظل الباب الخشبي السميك موصدا، ولما يأس قرر الذهاب إلى مركز الشرطة الأقرب. أبلغ عن غياب ليلى، وقد قرر رئيس المركز أن يرسل معهما أحد مساعديه إلى شقة ابنتهما. وقبل أن يصعدوا إلى الطابق الثاني حيث توجد، توقف رجل الأمن عند باب الحارس، طرقه، فخرج رجل يميل إلى أن يكون نحيلا، كان فيما يبدو في 40. لما سأله رجل الأمن عن ليلى الحمراوي قال إنه لم ير مدام ليلى منذ 2 على الأقل. استنتجت فضيلة أن ابنتها اختفت في اليوم نفسه الذي تلقت فيه مكالمة هاتفية منها، يوم تواعدت على اللقاء يوم 4 في ساحة برشلونة في حدود 4:15. قال الحارس إنه شاهدها للمرة الأخيرة يوم 2 مساء، لا يذكر الساعة على وجه التحديد، ويظن أن يكون ذلك تم في حدود 7 مساء. سأل الضابط: هل لديها سيارة؟ نعم، قال الحارس. هل هي في المرآب؟ لا سيدي. كانت فضيلة وبالعيد يتابعان الحوار في صمت، ثم قرر الضابط الصعود إلى الطابق الثاني. كان الحارس برفقتهم. التفت إليه الضابط وسأله إن كانت لديه نسخة من المفتاح. رد أنه يتوفر على مجموعة من المفاتيح قد يفتح أحدها باب شقة ليلى.
لما رأى أن الضابط أبدى موافقته على إحضار تلك المفاتيح نزل مسرعا. بعد أقل من 10 دقائق عاد يحمل معه عدة مفاتيح علقت في خيط سميك. أشار إليه الضابط أن يحاول فتح الباب، ظل يراقبه. عندما أدخل المفتاح الرابع انفتح الباب. تقدم الضابط ثم تبعه بالعيد فزوجته فضيلة. تخلف الحارس وظل بالباب وفي يده تلك المفاتيح القديمة. كان باب غرفة النوم مواربا، دفعه الضابط فانفتح. كان السرير موضبا كأنما لم يستعمل. هل لديها خادمة؟ نعم، قالت فضيلة. أضافت: إنها امرأة تأتي للاعتناء بالبيت 3 مرات في الأسبوع. لم يعلق ضابط الشرطة. في الحمام اكتشف جثة. كانت جثة امرأة مجردة من كل لباس. طلب من بلعيد وزوجته ألا يقترب. وراءهما كان الحارس يشرئب بعنقه. ماذا هناك؟ سألت فضيلة. إنها جثة امرأة، صرخت فضيلة. بنتي بنتي! كانت الدموع تأتي من عينيها غزيرة بينما أسند بلعيد ظهره إلى جدار الممر. أخرج الضابط من جيبه هاتفا نقالا. سمع يتحدث إلى مركز الشرطة يبلغ عما تم اكتشافه، ثم أغلق باب الحمام ومضى الجميع إلى الصالون. وصلت سيارة إسعاف وسيارة شرطة، بها رجال من مصلحة الشرطة العلمية ومسؤول من النيابة العامة باستئنافية تونس. أخذت للجثة صور على الحالة التي اكتشفت عليها، ومضى رجال الشرطة العلمية يمسحون المكان يبحثون عن بصمات وعن كل ما قد يساعد في كشف الحقيقة حول وفاة تلك المرأة. في الظاهر كان يبدو أنها ماتت بسبب تسرب للغاز، ولكن تلك الفرضية ما لبثت أن استبعدت بعد أن تأكد المحققون من أن جهاز تسخين الماء لم يكن في وضعية تشغيل. ما الذي حدث وكيف؟ في الصالون تكاد فضيلة تفقد صوابها، تهذي بكلمات غير مفهومة. ولما أخرجت الجثة من الحمام ووضعت على الحمالة اندفعت مسرعة إلى الممر. اعترضت سبيل رجلي الحماية المدنية، كانت تصرخ: أريد أن أراها، أريد أن أرى ابنتي. كان الضابط يراقب، ثم أشار إلى رجلي الوقاية المدنية أن يتركاها تنظر. رفع الغطاء عن الوجه. توقفت فضيلة بينما كانت تهم بتقبيلها. قالت: ليست ليلى، هذه ليست ابنتي. على الوجوه الحاضرة ذهول، وهرع بالعيد نظر إلى الجثة وقال: إنها ليست ليلى ابنتي. في الصالون في منزل ليلى الحمراوي جلست والدتها فضيلة ووالدها بالعيد. في باب الشقة التي ظلت مفتوحة وقف حارس العمارة. كان الضابط الذي رافقهما من مركز الشرطة قد طلب منهما البقاء في الصالون بعد أن اكتشف جثة امرأة في الحمام. حسبت فضيلة أنها جثة ابنتها التي اختفت ولم تأتي إلى لقائها في ساحة برشلونة. وحين حضر رجلا الحماية المدنية وأخرج الجثة من الحمام اندفعت نحوهما. كانت تبكي وتهذي بكلمات غير مفهومة، ثم قالت: أريد أن أراها، أريد أن أرى ابنتي. أذن الضابط بإشارة منها. توقف رجلا الحماية المدنية. تقدمت فضيلة وانحنت على الجثة. رفع الغطاء عن وجهها. كانت المرأة المكلومة تنحني لتقبلها، ثم توقفت. قالت: إنها ليست ليلى، ليست ابنتي. كان بالعيد زوجها قد نهض من مكانه يقف مباشرة خلفها، وما أن تراجعت حتى تقدم وانحنى على الجثة. لا لا، ليست ابنتي ليلى، هذه امرأة لا أعرفها. أصيب الجميع بالذهول. وجد ضابط الشرطة نفسه في مواجهة مشكلة بدا له أنها قد تكون شديدة التعقيد. بالنسبة لرجال الشرطة العلمية فإن وفاة صاحبة الجثة لم تكن كما ساد الاعتقاد أول الأمر ناتجة عن اختناق بالغاز. جهاز تسخين الماء لم يكن في وضع التشغيل. حملت الجثة إلى المشرحة. أعد الضابط تقريرا مفصلا حول ما قام به في تلك الشقة في نهج لوكسمبورغ.
وأفرد فقرة هامة لما أعلنه والدا ليلى الحمراوي من أن الجثة ليست لابنتهما. في الغد دعي بالعيد الحمراوي والد ليلى وأمها فضيلة بن رابح إلى المقر المركزي للشرطة القضائية. تمت دعوة حارس العمارة أيضا، وقد أكد والدا ليلى أن ابنتهما غابت عن بيتها منذ 48 ساعة على الأقل، وأن الجثة التي عثر عليها في حمام شقتها هي لامرأة لا يعرفانها. حارس العمارة أيضا واسمه منصور غرباوي قال إنه لم يرى المرأة من قبل. فكر بالعيد في الاتصال بزوج ابنته مهدي حنينة، ولكن فضيلة وهي خالته فضلت التريث. كان مهدي قد عين منذ نحو شهرين في إحدى قنصليات تونس في فرنسا. كانت تحتفظ بأمل في نفسها فقد تظهر ليلى وتعود. كان حارس العمارة قد أكد للضابط وأعاد تأكيده في المقر المركزي للشرطة القضائية أن سيارة ليلى ليست في المرآب، وأنه رآها للمرة الأخيرة قبل 3 أيام. بدأت التحريات من مقر عمل ليلى في وزارة المالية، حيث علم المحققون أنها لم تعد إلى عملها منذ 4 أيام، وأنها لم تدلي بما يبرر غيابها المفاجئ ذاك. كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تفيد بأن ليلى الحمراوي موظفة مثالية أثبتت كفاءتها، كانت مسؤولة عن قسم الضرائب. لم يكن في تلك المعلومات ما يفيد بما يوجه التحقيق وجهة معلومة، ولكن الباحثين يحتفظون بأمل في أن يظهر ما يعجل بحل لغز اختفاء ليلى الحمراوي. في المشرحة أخذت بصمات الجثة التي عثر عليها في حمام شقة ليلى، وتم تحديد هوية المرأة. اسمها زينة بن عامر، امرأة من مواليد العام 76 900 و1000، تنحدر من سليانة، مطلقة بلا أطفال. تقول سجلات الشرطة إنها استقرت في تونس العاصمة منذ عامين، حيث عملت نادلة في إحدى مقاهي وسط العاصمة، آخر عنوان لها باب الليوة. جاء في تقرير الطبيب الشرعي أنها ماتت اختناقا، وأنها ربما تعرضت للتخدير قبل أن تخنق. لم تحمل الجثة أثر اغتصاب أو عنف، لم تقاوم من خنقها. مال الباحثون إلى أنها ربما قتلت بيد شخص كانت تأنس إليه وتثق فيه. يتعين البحث عن هذا الشخص. كان اللغز المحير العلاقة بين اختفاء ليلى الحمراوي وظهور جثة زينة بن عامر في شقتها. استحضر فريق البحث إشارة تضمنها التقرير الذي صاغه الضابط الذي صاحب والدي ليلى إلى شقتها. في تلك الإشارة أن باب الشقة فتح بمفتاح كان يوجد لدى حارس العمارة مع مفاتيح أخرى، إشارة تكفي لتدفع إلى التساؤل عما إذا كان وجود ذاك المفتاح الذي فتح شقة ليلى الحمراوي لدى الحارس مجرد صدفة. تقرر تعميق البحث حول الحارس منصور غرباوي. تقول المعلومات إنه من مواليد العام 65 900 و1000 بسليانة. لم يتمكن من إتمام دراسته وانتقل إلى تونس، حيث عمل بستانيا خلال فترة وسائقا أحيانا، ثم استقر به المطاف منذ 6 سنوات في تلك العمارة الكائنة بنهج لوكسمبورغ. لم يتزوج، كان رجلا قليل الكلام، يقدم الخدمات التي تطلب منه بهدوء. تلك صورته لدى سكان العمارة. لا أحد من السكان استطاع أن يجزم بأن الحارس كان يستقبل في سكنه زوارا. حتى الآن كانت العلاقة الوحيدة بين الحارس منصور وشقة ليلى ذاك المفتاح الذي فتح بابها. ولكن التحريات بعد أن توسعت دائرتها كشفت عن أن زينة بن عامر التي عثر عليها ميتة في حمام شقة ليلى كانت تنحدر مثله من سليانة. قد يكون ذاك من باب الصدفة، فما كل من ينحدرون من سليانة يتعارفون. غير أن الصدف حين تتكرر قد تفقد الأمور حياديتها، أو لنقل عفويتها. بعد نقاش معمق قرر الباحثون الاستماع من جديد إلى منصور غرباوي. وبينما استدعي إلى المقر المركزي للشرطة القضائية، قام ضابط يرافقه مساعد بتفتيش السكن الذي يشغله في العمارة.
كان السكن يتكون من غرفة وحمام ومطبخ صغيرين. في أغراضه الشخصية عثر على أوراق هويته وصور كانت تتضمن ذكرياته مع أصدقاء في أماكن مختلفة. في تلك الصور التي كان يحتفظ بها في ألبوم خاص، اكتشفت صورة له مع امرأة كان في مقهى أو في مطعم. لا تبدو الصورة قديمة، وقد استوقف الضابط وجه تلك المرأة، لاحظ شبها غريبا بينها وتلك التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى. أخذ الضابط تلك الصورة. لما عاد إلى المقر المركزي للشرطة القضائية، سلم الضابط رئيسه تلك الصورة. كان متفقين على الشبه الكبير بين تلك التي تجلس إلى جانب الحارس وقتيلة شقة نهج لوكسمبورغ. تم إدخال منصور، ومباشرة بعد الأسئلة الخاصة بهويته سئل عما إذا كان يعرف تلك المرأة التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى الحمراوي. أجاب بأنه لا يعرفها، وأضاف أنه لم يسبق له أن رآها ولا سمع عنها. لاحظ الضابط الذي كان يسأله أن الرجل يحاول أن يبعد كل شبهة حول علاقة له من قريب أو بعيد بتلك المرأة. فاجأه الضابط بأنها مثله تنحدر من سليانا. رد بأنه لا يعرفها ولم يرها قبل أن يتم العثور عليها في حوض حمام شقة ليلى. إذ ذاك أخرج له المحقق من الملف الذي كان على المكتب صورته مع تلك التي تشبهها. أراه الصورة وهو يسأله: متى أخذت لكما هذه الصورة؟ حدق فيها وكأنه يراها للمرة الأولى، ثم لاذ بالصمت. لم تجب على السؤال يا منصور، من هي؟ ظل الحارس صامتا، ثم عاوده الضابط بالسؤال: أليست هي التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى الحمراوي؟ هيا تكلم، صمتك يلعب ضدك. نظر منصور في عيني الضابط وهز رأسه موافقا أنها هي، وكأن بابا واسعا انفتح أمام المحققين. ها هو يعترف بأن تلك التي معه في الصورة هي القتيلة نفسها. ما علاقتك بها؟ قال منصور غرباوي: كنا تواعدنا على الزواج، أنا أعرفها منذ أكثر من 12 سنة، كانت قد تزوجت لتوها من أحد معارفي في سليانا، كان رجلا يعمل سائق شاحنة لنقل البضائع، كانت كلما سافر تتسلل ونلتقي ونمضي معا أوقاتا ممتعة. قالها وهو شارد الذهن. لم يدعه الضابط يسترسل: ولماذا قتلتها إذن؟ هددت بتركي. لماذا؟ لأنني رفضت شروطها للزواج، كانت تريدني أن أعود إلى سليانا. لاحظ المحققون أن الرجل سيمضي إلى ما لا نهاية في حكايته الغرامية تلك. قال الضابط: ستحكي لنا لاحقا كيف قتلتها، نريد أن تقول لنا ما هي العلاقة بين قتلها واختفاء صاحبة الشقة ليلى الحمراوي. أنا لم أقصد إيذاءها، كنت أريد سيارة فقط. علم المحققون من منصور غرباوي أن ليلى باغتته داخل سيارتها في المرآب. لم يكن يملك جوابا يفسر لها سبب اقتحامه سيارتها. قال إنها هددته بمتابعته وفضحه أمام سكان العمارة. قال أيضا إنه كان يريد أن يستعمل سيارة لنقل جثة عشيقته بعيدا، كان قد خنقها بوسادة رشها بمادة مخدرة. ثم ماذا؟ سأل الضابط. حاولت أن أسكتها وأتخلص منها، كانت تصرخ، جذبتها إلى داخل السيارة فارتطم جبينها بحافة الباب، ظننت أنها أغمي عليها، مددتها على الكرسي الخلفي وخرجت بها مبتعدا. كنت أريد أن أتخلص منها ومن السيارة وأن يبدو ما وقع في شكل حادثة سير أو محاولة سرقة تعرضت لها، غير أني لما توقفت لاحظت أنها لم تعد تتحرك. وصلت إلى المرناقية، لدي هناك سكن لا أستعمله وبه مرآب، ركنت السيارة هناك وبداخلها المرأة. عدت فكرت في حمل الجثة التي تركت في سكني في العمارة إلى شقة ليلى
ظننت أن بضعة أيام ستخفي ملامح الجثة وأنه سيظن أنها جثة ليلى. قرر رئيس المحققين الانتقال إلى المرناقية لمعاينة المرآب الذي تحدث عنه منصور غرباوي. هناك في منزل بأطراف المرناقية لم يكن مكتمل البناء، اكتشف المحققون السيارة وبداخلها ليلى ممددة على الكرسي الخلفي ومغطاة بثوب رمادي. لما كشف عن وجهها بدت وكأنها نائمة، على جبينها أثر ضربة يميل إلى السواد. جس ضابط نبضها. إنها حية، أطلب الإسعاف. كان منصور مكبل اليدين ينظر إلى تلك التي حسب أنه تركها جثة هامدة. لم يعلق. نقلت ليلى على عجل إلى المستشفى. لم تستعد وعيها سوى بعد عدة أيام. كان التحقيق مع حارس العمارة منصور غرباوي قد شارف نهايته. أحيل على القضاء بعد عدة جلسات، وكان قد انقضى على الوقائع ما يقرب من عام. نطق القضاء بحكم الإعدام في حق منصور غرباوي. شاي بالنعناع وأشياء أخرى. في النصف الأخير من العام 2007 تواترت وكادت تتشابه البلاغات التي توصلت بها مفوضية الشرطة في أجدير من عدد من القنصليات والسفارات الأجنبية، منها السفارات الفرنسية والألمانية والإسبانية. كانت كل تلك البلاغات تتعلق باختفاء مواطنين من تلك البلدان في ظروف أقل ما يقال عنها إنها كانت محفوفة بكثير من الغموض. تتشابه الوقائع إلى حد كبير، فالمختفون أغلبهم أزواج من الشبان يختفي الزوج منهم بعد لقاء يشبه الصدفة مع شاب وشابة مغربيين في أحد الشواطئ القريبة من أجدير. تقول الشكايات التي توصلت بها مفوضية الشرطة في أجدير إن أولئك الشابات والشباب يختفون مباشرة بعد أن يدعوهما الشاب والشابة المغربيان لشرب كأس شاي بالنعناع في مقهى شعبي قريب. أحيانا بعد أيام وربما أسابيع يظهر أثر لواحد من أولئك الشباب الذين يختفون، بينما لم يظهر أثر لفتيات كثيرات ممن كن برفقتهم. الحالات التي ثبت اختفاؤها بنهاية العام 2007 بلغت 5 حالات، كلها تتعلق بفتيات شابات الخبر الأخير حولهن هو ذاك اللقاء الذي يشبه الصدفة على واحد من الشواطئ القريبة من أجدير. عدد من الشباب الذين ظهروا بعد اختفائهم عثر عليهم تائهين في الصويرة أو في تارودانت أو في تيزنيت، بل إن بعضهم عثر عليه يهيم في ساحات مراكش. الذين من بينهم كانوا الأحسن حالا لا يذكرون من الذي حدث سوى كأس الشاي بالنعناع، وكان آخر ما تناولوه وهم في كامل قواهم العقلية. في جملة الذين أبلغ عن اختفائهم شابان فرنسيان، إليزابيث دولابيل وهي شابة في العشرين، وصديقها نيكولا بغاسور الذي يكبرها بعامين. في 27 أكتوبر من العام 2007 وكان يوما مشمسا، كان الشابان مستلقيان على الرمل الذهبي يستمتعان بالشمس. لم يكن الشاطئ مكتظا. في لحظة ما اتخذ شاب وشابة مكانا غير بعيد منهما. كان يتحدثان بعربية بها كثير من العبارات الفرنسية. بعد حين نهض إلى البحر. تقدم الشاب نحو الفرنسيين ورجاهما أن ينتبه إلى أشيائهما. ابتسم الشاب الفرنسي موافقا. رد الشاب المغربي بابتسامة شكر، ثم انطلق ورفيقته نحو الموج. كانت إليزابيث الشقراء الشابة قد استدارت. في صمت تابعت ما دار بين الشاب المغربي ورفيقها نيكولا. جلست على البساط وتابعت الشابين المغربيين بينما كانا يركضان نحو الموج. مر ربع ساعة، ربما أكثر من ذلك قليلا. عاد الشابان المغربيان إلى مكانهما. كانت الشقراء تقرأ في كتاب، وكان رفيقها يضع سماعتين على أذنيه. كان يستمتع بأنغام موسيقية. ميرسي، قال الشاب المغربي وهو ينظر مبتسما إلى الفرنسي الذي رد بحركة من رأسه.
جلس الشاب المغربي ومن حقيبته أخرج علبة السجائر، أخذ واحدة وهم بإشعالها. كان الشاب الفرنسي ينظر جهته، مد يده بالعلبة في اتجاهه، ولكن الفرنسي اعتذر شاكرا. في تلك الأثناء بادره الشاب المغربي بأنه نفسه ينوي الإقلاع عن التدخين، ولكنه لم يفلح حتى الآن. كان ذلك منطلقا لتبادل حديث تطور إلى مواضيع تتعلق بالتقاليد والعادات. وفي النهاية دعا الشاب المغربي ورفيقته الشابين الفرنسيين إلى تناول كأس شاي بالنعناع في مقهى شعبي لا يبعد كثيرا عن الشاطئ. توجه الأربعة إلى المقهى. بعد ذلك اختفى الشابان الفرنسيان. بعد عدة أيام وجد نيكولا براسور نفسه تائها في أزقة وساحات الصويرة. لم يكن يدري كيف وصل إلى هناك، ولم يكن يعلم مآل صديقته إليزابيث دولابيل. ضاعت منه كل أوراق هويته، ظل تائها 3 أيام، ثم لما عاد إليه وعيه كاملا قصد إلى القنصلية الفرنسية وحكى قصته. ثم نقل الشاب الفرنسي إلى أكادير، حيث تم الاستماع إلى أقواله في مقر ولاية الأمن. تولى المهمة العميد بوبكر الحماش الذي رافق نيكولا إلى المقهى الذي تناول فيه الشاي بالنعناع مع رفيقته والشابين المغربيين. كان مقهى شعبيا مكتظا بالزبناء، ولم يتمكن نيكولا من التعرف إلى أي شخص قد يعتمد عليه ولو كشاهد يفيد البحث. في مكان ما على البحر حيث لا شيء غير الرمل وهدير الموج استيقظت إليزابيث. وجدت نفسها عارية من كل لباس، وكان حولها 4 شبان عراة، وعلى الأرض كؤوس وبقايا أكل وقنينات خمر خاوية. أحست أنها اغتصبت أكثر من مرة. حاولت أن تستكشف المحيط الذي توجد فيه. كان المكان منعزلا. في الجوار سيارة رباعية الدفع وعربة تخييم ربط إليها كلبان شرسان. أيقنت إليزابيث أن لا مجال للهرب. كان البحر غير بعيد. كانت من داخل تلك الخيمة تسمع الأمواج التي تنهي رحلتها على رمل الشط، وكانت الكلاب الشرسة هناك متأهبة للانقضاض عليها إن هي حاولت الفرار. لما انتصف النهار نهض الشبان 4 يتمطون تباعا. كانت المرة الأولى التي ترى فيها تلك الوجوه. لا وجه منها يعني لها شيئا آخر غير الوضع المأساوي الذي توجد فيه. كان الأربعة يتحدثون العربية. كانت إليزابيث دولابيل التي حضرت إلى المغرب لتعلم اللهجة المغربية كما صديقها نيكولا براسور تفهم كل ما يدور حولها من حديث، ولكنها لم تكن تبدي فهمها لما يقال. في لحظة ما أيقنت أن فهمها العربية ربما كان سبيلها إلى النجاة. ربما على مدى 5 أيام تعرضت للاغتصاب من قبل الأربعة الذين كانوا يفتحون قنينات الخمر الواحدة تلو الأخرى ويزاوجون كل ذلك بمخدرات يقومون بحقنها في عروقهم فيزدادون شراسة وهيجانا. كانوا يحرصون على ألا تفلت منهم الفريسة ذات 20 ربيعا. في الليل كانوا يتناوبون على الحراسة كما يتناوبون على اغتصابها. كانت وهي تتابع مسامرات محتجزيها الأربعة تسمع الواحد منهم يقول من حين لآخر إنه ذاهب إلى المقبرة، وقد استطاعت أن تربط بين ذلك ورغبة الواحد من الأربعة في الذهاب لقضاء الحاجة. وذات مرة سمعتهم يتداولون في أمرها، قال أحدهم فليكن مآلها كالأخريات. تظاهرت إليزابيث برغبتها في الاختلاء بنفسها لقضاء الحاجة، وتوجهت إلى حيث كانوا يتوجهون، إلى المكان الذي يسمونه مقبرة. كان الظلام قد أسدل ستاره على المكان. لما انحنت إليزابيث بدأت تنبش في الرمل، وما هي إلا 2 سنتيمترات حتى وقع كفها على ما يشبه جمجمة. كانت لا تزال بها 2 خصلات من الشعر. أيقنت إليزابيث أنها إذا لم تتمكن من الفرار فسيكون مآلها كمآل تلك التي سبقتها. صارت موقنة الآن
أنها في قبضة مجرمين على استعداد للمضي إلى أبعد الحدود. كانت الشقراء منهكة القوى بفعل ما تعرضت له خلال تلك الأيام والليالي، قررت أن تضع خطة للفرار. كان قرب الخيمة فراش مائي، ذاك الذي يسترخي فوقه المصطافون وهم في الماء. بدأت ليلة أخرى من ليالي العذاب، مرة أخرى اغتصبت، وقد حرصت على أن تبدي مسايرة مغتصبيها في نزواتهم. ولما لعبت الخمرة والمخدرات بهم نام ثلاثة وبقي رابع يتولى الحراسة، وقد حرصت على التحرش به. ولما أنهكته وأيقنت أنه نام، تسللت من الخيمة، سحبت الفراش المائي وأسرعت إلى البحر. كانت تجيد السباحة، ولذلك سرعان ما ركبت الماء وابتعدت عن الشاطئ. كان صعبا عليها أن تحدد وجهتها، ولكنها ما لبثت أن أحست بوجود قارب في الجوار. جذفت بيديها وتوجهت نحوه وهي تستغيث. دنا منها القارب، كان على متنه رجلان، أحدهما في الخمسين أو الستين، بينما كان الثاني في العشرينيات. ساعداها على الصعود إلى القارب، كانت خائرة القوى منهكة. لما استرجعت أنفاسها أخبرها الرجل الخمسيني أنه يمارس مع ابنه هواية الصيد. لما سألته عن المكان الذي يوجدون به رد بأنه الآن قبالة شاطئ أجدير. طلبت منه أن ينزلها على الشاطئ بعدما أخبرته بقصتها. لما وطئت قدماها اليابسة بدأت مرحلة جديدة في محنة إليزابيث دولابيل. نحن في أواخر العام 2000، لما اكتشفت إليزابيث دولابيل حقيقة واقعها الجديد، وتبينت بعد أيام أنها محتجزة لدى عصابة من أربعة كانوا يتناوبون على اغتصابها والعبث بجسدها الغض، قررت الفرنسية ذات 20 ربيعا أن تضع خطة للفرار. كان المكان شاطئا معزولا، كان أفراد العصابة يملكون سيارة رباعية الدفع وعربة للتخييم وخيمة، وكان لهم كلبان شرسان. قررت إليزابيث الهرب ليلة اكتشفت أن ما يسميه الأربعة مقبرة حيث كانوا يذهبون لقضاء الحاجة كانت مقبرة حقيقية. هي تذكر ملمس تلك الجمجمة التي كانت لا تزال تحتفظ بخصلات الشعر، وكلما تذكرت أحست بتصبب عرق بارد في ظهرها. في تلك الليلة التي هربت فيها لم تفلت من الاغتصاب، تظاهرت بمسايرتهم وتحرشت بالذي كان سيتولى حراستها. ولما أنهكته وأيقنت أنه نام تسللت من الخيمة. لم ينبح الكلبان، سحبت فراش الماء وجرت نحو البحر وسط الظلام. ركبت الفراش وجذفت بيديها متجهة بعيدا عن الشاطئ، وكلما ابتعدت كانت تتراءى لها أضواء تتلألأ. لم تكن تعلم أين هي، ثم تناهى إلى سمعها صوت تجديف. توجهت نحو مصدر الصوت. بين الموجات كان يأتيها ما بدا لها حديثا بين رجلين. صاحت مستغيثة، سمعت من جديد ذاك الصوت الذي يحدثه التجديف، ثم وسط الظلام تراءى لها ظل يقترب نحوها. كان قارب صيد، وكان على متنه رجلان، أحدهما في الخمسين أو الستين، بينما الثاني في العشرين. ساعدها الرجلان على ركوب القارب وكانت منهكة. لما استعادت بعض أنفاسها وقد منحها الصيادان غطاء وأسقياها ماء، حكت لهما قصتها. علمت لاحقا أنهما أب وولده يزاولان هواية الصيد. ألقت بنظرها إلى البر فتراءت لها أضواء. سألت الصيادين عن المكان، قالا لها إنه شاطئ أجدير. طلبت منهما أن ينزلاها هناك. أخذ القارب وجهة البر. بعد 10 دقائق لمست قدماها اليابسة. تملكها شعور غريب. قادها الصيادان إلى مركز الشرطة في الشاطئ. هناك طلبت نقلها إلى مقر ولاية الأمن. قبل أن تصل مقر الولاية كان خبر ظهور إليزابيث دولابيل قد بلغ والي الأمن، ولذلك أقل من نصف ساعة بعد وصولها إلى مقر الولاية كان الوالي في استقبالها محاطا بعدد من العمداء.
حكت الذي تعرضت له خلال تلك الأيام التي قضتها محتجزة من قبل أفراد تلك العصابة. لم تستطع أن تحدد المكان، ولكنها قالت إنها على استعداد لمرافقة رجال الشرطة إلى هناك، إذ سيكون من السهل عليها أن تتعرف على المكان. لم تكن حالتها تسمح باستجوابها والخوض معها في تفاصيل الذي حدث، وقد تم نقلها إلى المستشفى حيث أجريت لها فحوص طبية. مكثت في المستشفى حتى حدود منتصف النهار. تم إبلاغ الوالي بكل المستجدات، فقد كان موضوع اختفاء أولئك الأجانب يقلق كل المسؤولين. في حدود الواحدة زوالا كان مقر الولاية يشهد اجتماعا موسعا شارك فيه والي الأمن والوكيل العام للملك وقائد الدرك الملكي بأجدير. تم إحضار إليزابيث إلى مقر الولاية. في قاعة الاجتماعات قصت بصيغة أكثر تفصيلا هذه المرة كل الذي جرى. كانت في روايتها ثغرة كبيرة تبدأ من اللحظات التي تلت تناول الشاي بالنعناع رفقة صديقها دوني لوبغاسور والشابين المغربيين، وتنتهي لحظة استيقظت لتتبين أنها اغتصبت أكثر من مرة من قبل الأربعة الذين كانوا يحتجزونها في ذلك الشاطئ المعزول. بين تناول الشاي واستعادة الوعي الكامل فترة قد تكون استغرقت أكثر من 3 أيام. كان صديقها دوني قد استعاد الوعي ليجد نفسه تائها في الصويرة، وقد ضاعت منه كل أوراق هويته. لم يكن يذكر ما بعد كأس الشاي بالنعناع الذي تناوله في ذاك المقهى الشعبي، وكذلك لا تذكر إليزابيث ما بعد كأس الشاي. خلص الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية أجدير إلى أن الأمر يتطلب تسخير كل الوسائل للقبض على الجنى، ولذلك أمر قائد الدرك بتجهيز طائرة مروحية تنقل إليزابيث على متنها علها تهتدي إلى المكان الذي كانت محتجزة به. بعد ساعة وكان الوقت عصرا أقلعت الطائرة المروحية وحلقت فوق الشاطئ. كان على متنها عدد من رجال الدرك. كانت إليزابيث شبه موقنة بأن المكان الذي كانت محتجزة به يقع إلى الجنوب من أجدير. بعد 20 دقيقة من التحليق أشارت إليزابيث إلى الأسفل. كانت هناك سيارة رباعية الدفع تجر عربة تخييم تتحرك على الرمل. إنها سيارتهم، قالت الفرنسية الشابة، إنها سيارتهم. توجهت المروحية نحو تلك السيارة. صدر الأمر إلى السائق بالتوقف، ولكنه لم يمتثل، ولذلك اضطر رجال الدرك إلى إطلاق النار على سبيل التحذير. إذ فقط توقفت السيارة، لم تكن قد ابتعدت كثيرا عن المكان حيث كانت إليزابيث محتجزة. على بعد 4 أمتار وسط زوبعة من الرمال حطت الطائرة المروحية، ونزل منها مسرعين رجال الدرك، أحاطوا بالسيارة رباعية الدفع وطلبوا من ركابها الأربعة النزول، ولكنهم بدل الامتثال أطلقوا الكلبين الشرسين اللذين كانا معهم. هاجم الكلبان رجال الدرك ولكنهما لم يصل، إذ أردتهما 4 طلقات جثتين هامدتين. لم يعد من مهرب أمام الأربعة الذين كانوا على متن السيارة، استسلموا. في تلك اللحظة وصلت إلى المكان 2 سيارات تابعة للشرطة. بعد أن تم تصفيدهم قادت إليزابيث رجال الدرك والشرطة إلى المكان الذي كانت تعسكر به تلك العصابة، قادتهم إلى المقبرة. دون إبطاء بدأت أعمال الحفر. تم استخراج 4 جثث تبين لاحقا أنها كلها لنساء ذهبن ضحية تلك العصابة. نقلت الجثث إلى المستودع البلدي للأموات، ثم تم تحديد هويات أفراد العصابة. عادل الطارق 24 عاما يسكن وجدة، عندما اعتقل كان في متاعه مسحوق أبيض يشبه الكوكايين، وأكثر من 50 جرعة من الهيروين وكمية من الشيرة و5000 أورو نقدا و3 هواتف محمولة. الثاني اسمه فؤاد النمس 30 عاما يسكن طنجة، كان يحمل معه 300 جرام من الشيرة و7000 أورو نقدا. الثالث اسمه القادوسي مصطفى 26 من العمر من فاس، كانت معه 300 حبة من المخدر المعروف بالقرقوبي
4500 أورو وثلاثة هواتف نقالة. الرابع ويبدو أنه زعيم العصابة واسمه ناصر بلطيف في 35 من العمر، وقد ضبطت معه 4 هواتف نقالة و8500 أورو و30,000 درهم فضلا عن كمية من مخدر الشيرة. اقتيد الأربعة إلى مقر ولاية الأمن في أكادير، حيث بدأ استنطاقهم بحضور ممثل عن الدرك الملكي وإدارة مراقبة التراب الوطني. اعترف زعيم العصابة ناصر بلطيف أنه تعود منذ سنة على القدوم إلى أكادير للتزود بمخدر الكوكايين الذي يأتي به عبر موريتانيا مواطن مالي. قال إن الدفع يتم بالأورو. اعترف بلطيف بأن مكان التسليم والدفع يتم تحديده من قبل المالي، وغالبا ما يكون بعيدا عن المدينة. قال بلطيف إن انتظار وصول تاجر الكوكايين يستغرق عادة 2 أو 3. كان بلطيف يتولى التنسيق بين المهرب المالي وباقي المروجين عادل الطارق الوجدي وفؤاد النمس الطنجاوي والقادوس مصطفى الفاسي. خلال أيام انتظار وصول الكوكايين كان الأربعة يقضون أوقاتهم في اللهو وشرب الخمر. يحكي زعيم الأربعة في أقواله أنه في المرة الأولى التي جاء فيها إلى أكادير لينتظر وصول الكوكايين التقى شابا من المدينة كان عارفا بأوكار اللهو والمجون، طلب منه أن يوصله بفتاة لقضاء بعض الوقت، وقال له إنه يفضلها أوروبية، ولكن الشاب فاجأه بأن عرض عليه أن يبيعه امرأة أوروبية. قال إنه قادر على أن يأتيه بها مخدرة لا تعلم مكان وجودها ولا الوجهة التي تساق إليها. كان عرضا غريبا. صرح بلطيف بأنه أراد أن يجرب، فتواعد مع ذلك الشاب على اللقاء على طريق أونزي. لما حضر يقول بلطيف كانت في سيارته فتاة جميلة نقلها بسهولة إلى سيارته حيث كان رفاقه الثلاثة في الانتظار. ظلوا يغتصبونها فرادى وجماعة، ولما جاء المهرب المالي بالبضاعة وهم بالارتحال كل إلى وجهته، اكتشفوا أن الفتاة سجلت في دفتر ذكرياتها رقم تسجيل السيارة، فتخلصوا منها بقتلها. كانت ضحيتهم الأولى. استمرت العلاقة بذلك الشاب الذي يأتيهم بالأوروبيات بعد أن يخدرهن. بين ربيع وخريف العام 2007 قتلت عصابة الأربعة 4 شابات من الأوروبيات، وكان لغز اختفائهن محيرا. بعد تعميق البحث مع باقي أفراد العصابة تكشفت صلات لهم بمهربين دوليين للمخدرات، كشفتهم الأرقام التي كانت مسجلة في الهواتف النقالة التي تمت مصادرتها، كما أثبتت اعترافاتهم تورطهم في جرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل. تم نصب كمين لبائع الأجنبيات. أجبر المحققون ناصر بلطيف زعيم العصابة على الاتصال به ومطالبته بإحضار فتاة أخرى بدعوى أن تلك التي أحضرها في المرة الأخيرة تمكنت من الفرار. كانت الشرطة في الموعد. تم القبض على المدعو عامر أبو إلياس وهو يحمل في سيارته شابة في حالة تخدير. اعترف بأنه كان يقوم بكل ما قام به بمساعدة عشيقته المدعوة ثريا العمار. أقر بأنه كان يستدرج ضحاياه إلى ذلك المقهى الشعبي يدعوهم إلى كأس شاي بالنعناع، وكان في غفلة منهم يدس في كؤوسهم مخدرا قوي المفعول. أحصى الباحثون 15 ضحية. وضعت الهواتف التي تمت مصادرتها تحت المراقبة. بعد بضعة أيام وبينما كان بلطيف ورفاقه في السجن رن أحد هواتفه. كان معه في الزنزانة مفتش أمن. رد بلطيف على المكالمة. في الجانب الآخر كان المهرب المالي يخبر بوصوله. حدد له بلطيف موعدا، وكان موعدا آخر لم تخلفه الشرطة التي ألقت القبض على المالي وهو في حالة تلبس. تم توسيع دائرة البحث إلى المدن التي ينحدر منها الأربعة، وتشعبت التحريات واتسع نطاقها إلى بلدان أوروبية لتكشف شبكة تهريب دولية متخصصة في تهريب وترويج كل أصناف المخدرات. أحيل المعتقلون على العدالة
لتقول فيهم كلمتها وتبت في كل واحدة من القضايا التي تورطوا فيها، بينما سجلت الدوائر الأمنية ارتياحها للنجاح الذي حققته وتخليصها البلاد من أولئك المجرمين. لقاء في عصر العمر. في قاعة انتظار الإركاب بميناء الجزيرة الخضراء انتشر المسافرون، رجال، نساء، شبان وشيوخ وأطفال، مغاربة، فرنسيون وإسبان. صدح صوت نسوي من مكبر للصوت معلنا أن الباخرة التي ستبحر إلى طنجة في الرابعة عصرا ستتأخر إلى السادسة مساء. لم يمر ذلك الإعلان دون أن يثير حفيظة البعض، منهم من علق ومنهم من كان في سكوته تعبيرا عن سخطه. بين المسافرين تكونت مجموعات من 5 أو 6 أفراد. كان ما يجمع بين تلك المجموعات أنها خلت من النساء ولم تجمع سوى شيوخ، كلهم قدموا من فرنسا، من مناطق مختلفة من فرنسا، ولعل أغلبهم من المتقاعدين. من حين إلى حين تسمع ضحكاتهم تلي حديثا صاخبا. كان عبد الجبار زعيمي ذو 65 عاما والقادم من منطقة بيربينيون في فرنسا محور واحدة من تلك الحلقات، كانت بصوته بحة سريعا ما تلتقطها الأذن، وبالرغم من أنه كان يمزج كلماته بعبارات فرنسية كثيرة التشوهات التي تطبع نطقها وتركيبتها، فإن لكنته تشي بأنه ينحدر من دكالة. قامته المديدة وبنيته التي تنزع لتكون قوية من العلامات الأخرى التي تؤكد ذلك. مئات المرات على مدى الأعوام 45 التي أمضاها في فرنسا عبر عبد الجبار زعيمي من ميناء الجزيرة الخضراء. في ذاكرته يحتفظ بكل الملامح التي جسدت التطور الذي عرفه ميناء الجزيرة الخضراء. الآن وبعد أن أحيل على المعاش في العام 2005 استقر بالمغرب في منزله الذي بناه في شارع لسان الدين ابن الخطيب بالجديدة. كثيرون من رفاقه في المهجر يعلمون أن ذلك المنزل الذي يتخذ من طابقه الأرضي محلا للبقالة كان ثمرة سنوات من الكدح وشد الحزام. كثيرا ما نعت عبد الجبار بالبخل، كان يكذب ذلك ويقول إن أصحاب تلك المعلومات ليسوا سوى جماعة من الحاسدين. وحتى يكون أكثر إقناعا ويكون رده لتلك الاتهامات قائما على وقائع، لم يكن يتوانى في تذكير الذين يعلمون وإبلاغ من لا يعلم بجولاته أيام الشباب حين كان يأتي لقضاء العطلة الصيفية بين الأهل والأحباب. كان يشتري من السيارات أجملها وأكثرها لمعانا وقوة، وكان يستطيع أن يوقع في شباكه أجمل الفتيات. كان ذلك في 70ياتي و80ياتي القرن الماضي. من يرى عبد الجبار الآن لن يصدق أن ذلك الدكالي كان يسدل شعره الطويل على كتفيه ويعتمر من القبعات جميلها وأكثرها غرابة في آن. يذكر بافتخار فاضح كيف كانت الفتيات ترتمين في أحضانه، وكيف كان حين يبلغ سكره مداه يغدق بالمال على الراقصات في تلك الليالي الماجنة. وحتى لا يشوه صورته البعيدة تلك، فإنه بعد كل تلك السنين الطويلة يرفض أن يقر بأنه كان كثيرا ما تعرض للنهب وسلب ما كان معه من مال من قبل واحدة من بائعات الهوى ممن كان يظن أنه ظفر بهن. عبد الجبار زعيمي ذاك ليس سوى ذكرى، الرجل الذي أدركه الزمن وأذاق رأسه الصلع والشيب يعتمر طربوشا من صوف بخس الثمن، التحى ويعتني بلحيته البيضاء، ومن الملابس لم يعد يرتدي سوى ما كان بسيطا لا يلفت إليه الأنظار. في زاوية من قاعة الإركاب في ميناء الجزيرة الخضراء امرأة تمضي بها خطى الزمن إلى 30. كانت ملامح جسمها النحيل تختفي تماما في بذلتها الفضفاضة. وحيدة كانت وقد وضعت أمامها حقيبة من الحجم المتوسط، ثم التحقت بها امرأة بدت في 60. كانت تناديها ماما. قدمت المرأتان من إسبانيا من ألميريا لاحقا. من حديثهما مع مسافرات مغربيات فهم أنهما تعملان في حقول الزراعة المغطى وأنهما تنحدران من الدار البيضاء. من مقعدها في القاعة كانت المرأة الأكبر سنا تتابع ما يجري في تلك الحلقات الصاخبة.
توقف نظرها عند تلك المجموعة التي يوجد بينها عبد الجبار. سمعت أحدهم يذكر اسمه، وقفت قالت لابنتها إنها ستتمشى قليلا. شيء ما كان يدفعها مباشرة نحو تلك المجموعة. توقفت تتابع ما يدور هناك، لم يكن ذا أهمية، الرجال يخوضون في أمور تتعلق بالتأمين الصحي وأخرى بالسكن لا غير. في الآن نفسه كانت تسترق النظر، تحاول أن تستكشف الوجوه. استوقفها وجه عبد الجبار، نظرت إليه مليا. شيء ما بداخلها يوحي لها بأنها تعرفه أو عرفته. لما تكلم حركت نبرته الدكالية في داخلها ذكرى بعيدة. هل يكون هذا الذي استباح الشيب رأسه ولحيته هو عبد الجبار نفسه الذي تحيل عليه تلك الذكرى البعيدة التي توجعها؟ لما سمعت أحدهم يناديه الزعيم أوشكت أن توقن بأنه هو. عاودت النظر إليه من حيث لا يدري، كانت تحاول أن تضع على ذلك الوجه ما زالت تذكره من ملامح عبد الجبار، ذاك الشاب الماجن الذي أوقعها في شباكه. نسيت تعب السفر، هل هيأ لها القدر موعدا مع ذاك الذي زج بحياتها في دروب الضياع؟ كانت الملامح تكاد تتطابق. فعل فيه الزمن ما فعل، ولكنها تظن إلى حد اليقين أنه هو. في العام 75-900 كانت مليكة في العشرين، فتاة لها حظ من الجمال. ذات يوم من صيف ذلك العام، بينما كانت تتجول وسط الدار البيضاء، توقفت بجانبها سيارة حمراء لامعة. كان الذي يقودها شاب يعتمر قبعة غريبة، كان له شعر طويل تدلى على كتفيه. ابتسم لها، كان يحاول أن يقنعها بالركوب معه، ولكنها كانت مترددة، وسرعان ما دخلت أزقة صغيرة، ولكنها فوجئت به يقتفي أثرها ثم أمسك بذراعها. التفتت إليه، قال لها إنه يريد أن يتعرف عليها. تذكر مليكة أنها فهمت من كلامه أنه يريد أن يربط معها علاقة يكون مآلها الزواج، كذلك وافقت على اللقاء به في المساء. تذكر أنها اختلقت موعدا مع صديقة لها ثم مضت إلى مقابلته. للمرة الأولى ركبت معه تلك السيارة الحمراء، حسبت أنها ظفرت بما لم تظفر به فتيات كثيرات. تعود من ذكرياتها البعيدة تلك، تنظر إلى الرجل المنهمك في الحديث مع رفقته. هل هو عبد الجبار نفسه الذي رافقته خلال عطلته الصيفية كاملة ذلك العام؟ هل هو عبد الجبار الذي لما ودعته حين كان يهم بالعودة إلى فرنسا وعدها بأنه سوف يأتي بعد أشهر لخطبتها؟ وصلت إلى الجرح الذي لم يندمل. كانت ابنتها تلازم مكانها، تتساءل مليكة هل تطبق عليه وتذكره؟ وإذا فعلت هل سيتذكرها بعد كل تلك السنين الطويلة؟ قررت المرأة أن تتريث وأن تقتفي أثره، حتى إذا ما علمت مسكنه تحركت. في داخلها نار تستعر. الذي أمامها الآن هو أبو ابنتها، هو ذاك الذي سعت سنين طويلة لمقابلته علّه يمنح ابنته هوية ويتدارك ما أفضت إليه نزوته ذات يوم صيفي من العام 75-900. مضت ساعتان ثم أبحرت الباخرة إلى ميناء طنجة. رأت المسافرين يستمتعون بالرحلة، ولكنها ظلت تراقب عبد الجبار، حرصت على ألا تلفت انتباه ابنتها. في طنجة كانوا سويا عند شباك التذاكر لإحدى شركات النقل. سمعته يطلب تذكرة إلى الجديدة، فعلت مثله. قالت لابنتها إنهما ستسافران إلى الجديدة. لم تدع لها مجالا للتساؤل، قالت لها إنها ستعلم السبب لاحقا. تعلمت الفتاة منذ الصغر الإصغاء لأمها. أخذ عبد الجبار سيارة أجرة إلى شارع لسان الدين بن الخطيب، كانت تقتفي أثره على متن سيارة أجرة صغيرة. لما رأته ينزل أمتعته ويدخل المنزل، طلبت من سائق التاكسي أن يعود بها إلى المحطة. في ساعة متأخرة من المساء وصلت إلى سكنها في الدار البيضاء، وفي الغد باكرا عادت إلى الجديدة. كانت الساعة تقترب من الزوال حين طرقت بابه. علمت من الذي يوجد في البقالة أنه يسكن الطابق الأول.
جاء صوته من الانترفون. قالت له إنها تريده في أمر شخصي. نزل الرجل، كان يرتدي عباءة مخططة وقد وضع على رأسه طربوشا من صوف. وقف بالباب ينظر إليها لعله ينتظر منها أن تخبره من تكون وما الذي تريده. مرت عدة ثوان ثم قالت له: ألا تذكرني؟ لا، لا أظن أنني أعرفك. ألست عبد الجبار الزعيمي؟ نعم، ومن أنت؟ سكتت بضع ثوان أخرى. سأعود بك إلى 30 عاما مضت، حيث كان شعرك يتدلى على قفاك. سأعود بك إلى ذلك العام الذي كانت لك سيارة حمراء جميلة. سأعود بك إلى يوم لاحقتني في أزقة المدينة في الدار البيضاء. سأعود بك إلى وعدك لي بالزواج بعد أن أمضيت عطلتك واستمتعت بشبابي. كان ينصت إليها في ذهول. واصلت: لعلك لم تعلم ولم تحاول أن تعلم بعد أن قضيت وطرك أنك تركتني حاملا منك. لعلك لم تسأل ولم تكن لديك النية أن تسأل ما الذي حدث يوم ركبت سيارتك ومضيت بعد أن تركت في أذني صدى وعد كاذب وعلى خدي وقع قبلة منافقة منك. أدخلي. كيف لي أن أدخل وآمن جانبك؟ أدخلي. لما تخطت العتبة أقفل الباب. قال لها: تذكرتك الآن، أنت مليكة أليس كذلك؟ نعم، أنا مليكة التي حكمت عليها بالضياع. هل تصدقينني إن قلت لك بحثت عنك في كل مكان؟ كيف لي أن أصدق بعد كل الذي حدث؟ هيا نصعد. بلا تفكير ولا تردد تبعته وصعدا السلم. كان وحيدا في البيت. لما اتخذا مكانهما في الصالون سألته: هل تعيش وحيدا؟ نعم، أنا لم أتزوج، كنت صادقا في وعدي، ولكني حين كنت عائدا إلى فرنسا وقعت لي حادثة سير في إسبانيا. بقيت في المستشفى 4 أشهر. بعدها حاولت التواصل معك ولم أتمكن. نظر إليها، كانت تبكي. قالت: لما أحسست بأني حامل منك بعثت إليك برسالة إلى العنوان الذي أعطيتني إياه، ولكنني لم أتلق ردا. كانت أعراض الحمل تحاصرني، خشيت أن يفتضح أمري. هربت من بيت العائلة، أمضيت عدة أشهر أتنقل بين مكناس وأزرو. كانت أنثى. منذ إذن لم أعد إلى بيتنا. ثم هاجرت إلى إسبانيا وهاجرت معي ابنتي. نعمل في حقول الزراعة المغطاة بألميرية. كما ترى فإن العمل شاق، أعاني من متاعب صحية كثيرة. فاجأها الرجل بأنه يحس بسعادة كبيرة الآن وقد التقاها. قال لها إنه على استعداد للزواج منها والإقرار بأبوته للبنت. بعد أسابيع تزوجها. جاءت تستقر معه في بيته في الجديدة. لم يعد ذاك الشاب الماجن. بالنسبة إليه فإن حياة جديدة بدأت في عصر عمره. عليه أن يتعلم كيف يكون أبا لابنة في 30. صديق العصافير. في حي يعقوب المنصور بالرباط لم يكن المختار باموسى رجلا نكرا. من من سكان حي يعقوب المنصور لا يعرف المختار مربي الطيور؟ الذين تعاملوا معه وجلهم من عشاق الطيور المغردة يقدرون خبرته في تربية الطيور وتدريبها وتلقينها التغريد، بل إن مجال خبرته يتسع إلى علاج المريضة منها، فضلا عن قدرته على جلب الطيور النادرة. باختصار، كان المختار باموسى ذو 35 عاما يجلب الطائرة، يدربه، يبيعه، وإذا مرض يعالجه فيما يشبه خدمة ما بعد البيع. الذين يعرفون المختار قبل أن يصبح رب محل بيع الطيور المعروف في يعقوب المنصور يذكرون المختار الطفل اليتيم. الذين كانوا الأقرب إلى محيطه يتذكرون والدته، تلك الأرملة المكافحة التي كانت تعمل نهارها في البيوت لتعود إلى المختار وحيدها في المساء، وقد حملت إليه ما كانت تشتهيه نفسه من حلوى وملبس. كانت المرأة قد عقدت العزم منذ أن ترملت على أن لا يحس ابنها باليتم، وإذا كانت قد نجحت في توفير المأكل والملبس والصدر الحنون لابنها
فإن غيابها الطويل عن البيت لم يمكنها من مواكبته في دراسته، ولذلك لم يتمكن من الحصول على شهادة الدروس الابتدائية. انقطع عن الدراسة وهو في 11 من عمره. لحسن حظه أنه غادر المدرسة وقد اكتسب حظا من القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية. منذ صغره كان المختار يهوى تربية الطيور المغردة، وكان له في البيت عدة أقفاص تأوي عددا منها، بل إنه كان قد اشتهر بين أقرانه ببيع الطيور المغردة وصيدها. كان منزله يقع غير بعيد عن سوق الجوطية، حيث كانت تعرض أشياء مختلفة ومن ضمنها الكتب المستعملة. مكنه ما لديه من إلمام بالقراءة والكتابة من أن يطلع على كتب كثيرة تعنى بتربية الطيور صادفها في الجوطية. في الحقيقة مكنته مطالعاته من أن يتخذ لنفسه سبيلا في عالم الطيور. بعد سنوات اشترى آلة تصوير ومنظارا مكبرا. خلال فصل الربيع كان يقصد الغابات المجاورة للرباط، يراقب الطيور المهاجرة التي تتوقف في تلك الغابات للتوالد أو لاستجماع قواها لإتمام الرحلة إلى الجنوب. كان يقلد أولئك العلماء الذين يراهم في الأفلام الوثائقية، وكثيرا ما عاد من الغابة بطائر يحمل في ساقه خاتم منظمة أو مؤسسة أبحاث، وكثيرا ما كان يسلم الطائر لقاء مكافأة. تعود المختار لما يذهب إلى الغابة أن يعتلي الأشجار حتى يتمكن من مراقبة تامة للطابق العلوي من الغابة. في المراحل الأولى كان كثيرا ما يقع بصره على أشياء تجري أسفل أشجار الغابة، أناس كثيرون كانوا يحسبون أن لا أحد يراهم وهم يقومون بما يقومون به. مع مرور الوقت لم يعد المختار يأبه كثيرا لما يجري أسفل الأشجار، ولكن في 25 من مارس من العام 10 و2000 كان المختار في غابة الهرهورة، تسلق شجرة شامخة لم تكن تبعد كثيرا عن الطريق المعبدة. اختار المكان لقربه من البحر. في ذلك اليوم كان يريد مراقبة طيور قادمة من جهة المحيط الأطلسي. كان ذلك بعيد الفجر، كانت الشمس تهم بالشروق. فجأة مزق صمت المكان هدير محرك سيارة رباعية الدفع. رآها المختار وهي تتقدم، توقفت على جانب الطريق ونزل منها رجلان كانا يحملان كيسا أبيض. كان المختار يراقبهما من علن، لم يفطن إلى وجوده. كان ملبسه ينسجم تماما مع الأغصان المورقة. أتى أحد الرجلين بفأس ثم أخذ يحفر أسفل الشجرة. أخرج المختار كاميرته وبدأ يصور المشهد. في لحظة ركز على وجهي الرجلين ثم على السيارة على لوحة تسجيلها. لما انتهى الرجل من الحفر جاء الثاني بالكيس الأبيض ثم واراه الثرى. تعاون على ردم التراب. كان المختار يصور. اختفى الكيس الأبيض تحت التراب. أخذ أحد الرجلين المعول ثم هرول نحو السيارة. أدير المحرك ومزق هديره مرة أخرى سكون المكان. لما غابت السيارة وراء المنعطف أوقف المختار التصوير. نزل من الشجرة، توجه إلى الحفرة ونبشها حتى بلغ الكيس الأبيض. كان الكيس يحتوي على جثة رضيع حديث الولادة. أعاد المختار ردم التراب، وعلى جذع الشجرة وضع علامة ليذكر المكان. اعتلى الشجرة من جديد، حاول أن يعود إلى متابعة ما كان يجري في عش قريب، ولكن هدير المحرك كان قد دفع بالطائر إلى الابتعاد. تزاحمت الأسئلة في ذهن المختار. ترى لماذا دفن الرجلان ذاك الرضيع في هذا المكان؟ ومن يكون الرضيع؟ في الواقع ما شاهده استفز فضوله. عاد المختار في المساء إلى منزله، وكان قد استقر رأيه على النبش في هوية الرجلين اللذين صورهما في الغابة. استعرض الشريط، سجل الأرقام التي كانت تحملها لوحة تسجيل السيارة. كان له صديق من عشاق الطيور المغردة
يعمل في وزارة النقل، طلب منه أن يأتيه بهوية مالك السيارة الرباعية الدفع، خدمة بسيطة. في الغد جاءه صديقه بهوية الرجل، اسمه سمير أبو القواسم، ويسكن في ديور الجامع بحي الحبوس بالمنزل 251. كان المختار في تلك الأيام يجتاز فترة حرجة، فقد كان بحاجة إلى بعض المال لإنعاش تجارته وترميم محل سكناه، ولذلك فكر في مساومة الرجلين عسى أن يحصل منهما على المال. لم يكتفي المختار بتسجيل اسم وعنوان صاحب السيارة الرباعية الدفع، بل إنه قام بزيارة معاينة ميدانية. تربص غير بعيد عن باب المنزل 251 في حي الحبوس. بعد حين خرج من الدار أحد الرجلين اللذين رآهما في غابة الهرهورة. توجه الرجل إلى المرآب، ثم بعد دقائق خرج على متن سيارة كانت هي السيارة الرباعية الدفع التي رآها في الهرهورة. توقفت عند باب الدار. خرجت امرأة شابة كان يبدو بها سقم، كانت حزينة فيما يبدو. ركبت ثم انطلقت السيارة آخذة وجهة وسط المدينة. قفل المختار عائدا إلى بيته. بدأ أن الفكرة قد اختمرت ونضجت في مخيلته، وما عليه الآن إلا أن يباشر التنفيذ. في البيت أخذ ورقة وقلما وبدأ يسطر رسالة. كان مخاطبه سمير أبو القواسم مالك السيارة الرباعية الدفع. اعتمد المختار في صياغة تلك الرسالة على التهديد: إما أن تدفع وإلا فضحت ما رأيته في الهرهورة وكشفت قبر الصبي. وضع المختار في حسابه احتمال تجاهل رسالته أو أن لا يأخذه الرجلان مأخذ الجد، ولذلك أرفق الرسالة بصور للرجلين سمير أبو القواسم وصاحبه وصورة للقبر الصغير. فهل سينجح في ابتزاز الرجلين وقد كشف عن أدلة إثبات يصعب دحضها؟ المختار باموسا مربي الطيور المعروف في حي يعقوب المنصور بالرباط كان رجلا مولعا بمراقبة الطيور وهي تعيش في الطبيعة. في 25 من مارس من العام 10 و2000 عن طريق الصدفة صار شاهدا على عملية دفن رضيع في غابة الهرهورة. كان المختار يشكو ضائقة مالية، وبما أنه صور مشهد الحفر ثم دفن جثة الرضيع فقد وسوست له نفسه أن يساوم الرجلين عله يظفر منهما ببعض المال. تعرف إلى مالك السيارة الرباعية الدفع التي جاء الرجلان على متنها إلى الهرهورة لدفن جثة الرضيع. كتب رسالة يهدد فيها بكشف سر جثة الرضيع المدفونة في الهرهورة إذا ما لم يدفع له لقاء صمته مبلغ 20,000 درهم. اشترى بطاقة هاتف بهوية غير معلومة وكتب الرقم الهاتفي في الرسالة طالبا الاتصال به في ذلك الرقم. أغلق المختار الرسالة ثم أودعها البريد في ديور الجامع. وجه الرسالة إلى سمير أبو القواسم مالك السيارة الرباعية الدفع. مساء اليوم التالي رن الهاتف في جيب المختار. كان المتحدث سمير أبو القواسم. قال له إنه موافق على دفع المبلغ ولكنه بحاجة إلى بعض الوقت. طلب منه أن يمهله أسبوعا، ولكن المختار رفض ذلك وخشي أن يفتضح أمره، وقال إنه لن يستطيع الانتظار أكثر من يومين، بعد ذلك سيبلغ الشرطة. أطفأ المختار هاتفه المحمول وبعد يومين شغله من جديد. كانت في انتظاره رسائل صوتية عدة كلها من سمير أبو القواسم الذي كان في كل رسالة يؤكد عزمه على الاستجابة ودفع المبلغ المطلوب، وأن عليه فقط أن يحدد مكان وموعد تسليم القرص الأصلي المتضمن لشريط دفن جثة الرضيع في غابة الهرهورة وتسلم 20,000 درهم. كان المختار قد فكر في الأمر، ووقع اختياره على ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله القريب من حي الفتح، حيث يوجد ممر للراجلين يفضي إلى ساحة الملعب. كان ممرا لا يتيح مرور السيارات، وكان المختار يحرص على أن يوفر لنفسه منفذا يغادر منه المكان دون أن تتاح للطرف الآخر
إمكانية ملاحقته على متن سيارة مهما كان حجمها صغيرا. في وقت لاحق من ذلك اليوم اتصل المختار بسمير أبو القواسم وضرب له موعدا في صبح الغد بعيد الفجر في ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله. كان الاتفاق يقضي بأن يسلم المختار الشريط الأصلي وأن يتعهد بالتزام الصمت وأن يدفع الرجل لقاء ذلك 20,000 درهم. وكما أن المختار وضع في أولويات خطته أن يتمكن من المال ومن الفرار عبر منفذ آمن، فإن سمير أبو القواسم درس مع شريكه في دفن جثة الرضيع في الهرهورة كل ما يمكنهما من الحصول على وثائق الإثبات، وفي الآن نفسه استعادة 20,000 درهم. خطط الرجلان ونصب كمينا محكما للمختار مربي الطيور المغردة. في صبح الغد حضر الرجلان إلى ساحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، كان يراقبان كل الطرق المفضية إلى الساحة. كان أحدهما يتربص على متن السيارة الرباعية الدفع التي كانت مستوقفة في مكان لا ترى منه، كان يتوقعان أن يأتي صاحبهما راجلا أو على متن سيارة. فجأة ظهر رجل ممتطيا دراجة حمراء، كان يجول وسط الساحة، لم يتوقع أن يأتي الرجل على متن تلك الناقلة البطيئة. وصل الدراج إلى المكان الذي وضع فيه المال، أخذ الظرف ووضع مكانه قرصا مدمجا، ثم أسرع متجها إلى المعبر المفضي إلى حي الفتح. في تلك اللحظة زمجر صوت محرك سيارة انطلقت مسرعة نحوه، دهمته بقوة، سقط أرضا، أخذ منه أحدهما الظرف الذي كان به 20,000 درهم بعد أن أخذ القرص المدمج، ثم ابتعدت السيارة مسرعة. بعد لحظات أتى من جهة حي الفتح أحد عمال المركب الرياضي، رأى المختار صريعا، أسرع نحوه، كان في حالة لا تبعث على الإطمئنان. سمعه يئن، كان يقول: مفتاح USB في البيدون، USB في البيدون. أسرع عامل المركب الرياضي إلى الملعب واتصل بشرطة النجدة. بعد بضع دقائق حضرت سيارة الشرطة، نقل الرجل إلى قسم المستعجلات، ولكن كل المحاولات الهادفة إلى إنقاذه باءت بالفشل. مات المختار مربي الطيور المغردة متأثرا بجروحه. كان رجال الشرطة قد لاحظوا الأضرار التي لحقت الدراجة الحمراء التي كان يمتطيها المختار. كان واضحا أن سيارة داهمت الرجل وداست الدراجة. خلص عميد الشرطة المسؤول عن مصلحة المداومة والذي جاء من مدينة تمارة إلى أن الأمر يتعلق ربما بحادثة سير مع جنحة الفرار. استمع إلى عامل المركب الرياضي، أبلغه أن كل ما سمعه من الضحية أنه قال مفتاح USB في البيدون. أمر العميد بتمشيط المحيط، ولكنه لم يتم العثور على أي بيدون. كان على العميد أن يبعث بمذكرة بحث حول الحادثة وإرسال برقية حول الموضوع إلى الإدارة العامة للأمن قصد الإخبار لضبط إحصائيات حوادث السير. كان العميد من الأطر الأمنية التي راكمت التجارب، ولما أحضر الكاتب البرقية لتوقيعها كان يحاول أن يجد تأويلا لما نقل عن الضحية مفتاح USB في البيدون. تذكر العميد شرطيا كان يعمل تحت إمرته في سيدي قاسم، وكان عرف عن الشرطي ابتزازه للمتعاطين للنقل السري. يذكر العميد أنه لم يتمكن من ضبطه متلبسا، ويذكر أيضا أن الشرطي بعد إحالته على التقاعد جاءه مودعا، قال له: إنك يا سيد العميد لم تضبط معي ما يثبت فعل الارتشاء، لأنني كنت أدس ما أحصل عليه من مال في الجيدون. وكان يقصد مقود دراجته النارية. إذاك تساءل عما إذا كان صاحب الدراجة الحمراء يقصد الجيدون. نهض العميد إلى الدراجة التي دهستها السيارة، نزع المقبضين المطاطيين في طرفي المقود، وفجأة سقط مفتاح USB. أخذه وعاد إلى مكتبه، طلب حضور متخصص من المصلحة الإلكترونية، فتح USB وباح بأسراره. كان به شريط
يظهر كيف دفن الرجلان جثة الرضيع في غابة الهرهورة، وكان الشريط يظهر جليا رقم السيارة التي جاء على متنها. توفر كم هائل من المعلومات حول كل ما دار بين المختار والرجلين اللذين سعى إلى مساومتهما. بعد أخذ البصمات من جثة المختار باموسى لم يكن صعبا تحديد هويته، كما لم يكن صعبا الوصول إلى مالك السيارة سمير أبو القواسم. بعد استدعاء الأخير تبين أن شريكه لم يكن سوى شقيقه حمادي. حاول الرجلان الإنكار، فاستعمل المحققون فضلا عن الأدلة التي وفرها مفتاح USB، استعملوا الكلاب المدربة لاكتشاف الحفرة التي دفنت بها جثة الرضيع. أقر في النهاية أن الجثة لمولود لشقيقتهما التي حملت من علاقة غير شرعية مع ابن جيران لهم سافر إلى الخارج. حاول إنكار كل صلة لهما بمقتل المختار، ولكن فحص سيارتهما أبان عن أثر لصباغة حمراء. أثبت التحليل المخبري أنها نفس صباغة الدراجة التي كان يمتطيها المختار. في النهاية اضطر سمير أبو القواسم وشقيقه حمادي إلى الاعتراف، وكان ذلك بداية لبحث مطول أسفر عن اعتقال الأخوين وشقيقتهما. هي اعتقلت لإقامتها علاقة جنسية غير مشروعة، وتوبع شقيقاها بتهمة قتل الجنين والمساهمة في قتل المختار صديق الطيور مع سبق الإصرار. صاحبة الخال. استقر بوبكر الشافع في هولندا منذ عدة سنوات، فالرجل المنحدر من نواحي شفشاون تمكن من الحصول على وثائق الإقامة القانونية في هولندا بفضل توظيفه في مجزرة بأمستردام ليتولى نحر الذبائح الموجهة إلى المسلمين، إذ كان ذا ثقافة دينية لا بأس بها، يحفظ القرآن وله إلمام ببعض القضايا الفقهية، ولذلك كان الذين يتعاملون معه ينادونه الفقيه بوبكر، وكثيرا ما كان يستشار ويؤخذ برأيه في قضايا الصوم والزكاة وتربية الأبناء والميراث وما إلى ذلك. كان لما استقر بأمستردام قد رزق من بنت عمه بولد، وكان لا يتوانى في إرسال المال إلى زوجته لتوفر لها ولابنهما كل ما هما بحاجة إليه. والحقيقة أن الزوجة لم تكن متذمرة ولا ناقمة، ففي نهاية الأمر بقاؤها في شفشاون كان بمحض إرادتها. مرت بضع سنوات والفقيه بوبكر وحيد في سكنه في أمستردام. كانت شقة صغيرة يأوي إليها نهاية كل مساء بعد يوم من العمل الشاق. ومع أنه لم يكن يشكو الوحدة، فقد قدر له أن يصادف في طريق وحدته تلك امرأة مغربية متدينة ولا ينقصها الجمال. كانت شابة تعيش مع أسرتها القادمة من سوس في أمستردام، وقد توافق مع والد المرأة الشابة على أن يزوجها إياه. لم يخفي الفقيه بوبكر عن والد الشابة أنه متزوج وأن امرأته تعيش في شفشاون بعد أن رفضت القدوم معه إلى هولندا. قبلت المرأة بأن تكون زوجته الثانية ما دام قادرا على العدل بينهما على الأقل في النفقة والمعاملة الحسنة. كان قد أبلغ زوجته وعائلتها بأنه اتخذ زوجة ثانية في هولندا ولم يلاقي أدنى معارضة. كان الفقيه بوبكر كلما استطاع إلى ذلك سبيلا يذهب إلى شفشاون لقضاء بضعة أيام مع زوجته الأولى. كان حريصا على أن يعدل ما استطاع، وقد أثمر ذلك تقاربا زمنيا في حمل الزوجتين قليلا ما تجاوز الفارق 3 أشهر. وهكذا صار أبا لأربعة أطفال يقيمون مع أمهم في المغرب، ولثلاثة آخرين من زوجته الثانية يقيمون معه في هولندا. حين كان الأولاد والبنات صغارا كان يحرص على جمعهم تحت سقف واحد خلال العطل الصيفية، حيث كان يأتي برفقة زوجته الثانية، وكان يتخلل تلك العطلة سفر جماعي إلى سوس حيث كانت الزوجة الثانية تصل الرحم مع عائلتها هناك. ثم مرت الأعوام والسنون مسرعة. كبر الأبناء والبنات الذين هم مستقرون في شفشاون التحقوا بالجامعة في تطوان، بينما التحق أولاده وبناته في هولندا بالمعاهد العليا كل حسب اختياره. كان مما يلفت الانتباه في تركيبة أبناء الفقيه بوبكر الشبه الكبير بين اثنتين من بناته.
كان الشبه إلى حد الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بتوأمين بينما هما من أمين مختلفتين. كانت تلك التي تقيم مع والدتها في شفشاون تسمى سليمة، وكان ما يميزها عن شقيقتها سهيلة خال صغير على خدها الأيسر. وكثيرا ما داعبها أشقاؤها بأن رددوا على مسمعها تلك الأغنية التي تتحدث عن مولاة الخالة. حصلت سليمة على دبلوم في الخياطة بعدما توقف مسارها الدراسي في مستوى البكالوريا، ولما لم تتمكن من العثور على عمل فكرت في الالتحاق بوالدها في مهجره بهولندا، علها تظفر هناك بعمل يؤمن لها استقلالها المادي. وهكذا سعت إلى الحصول على جواز السفر، ثم حاولت الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي الهولندية، ولكنها لم تتوفق في ذلك إذ اصطدمت بعدم استيفائها كل الشروط المطلوبة. عبثا حاول الفقيه بوبكر مساعدة ابنته بمساعي قام بها لدى الجهات الهولندية المسؤولة عن الهجرة، استغرق ذلك من سليمة عاما كاملا. ذات مساء لما عاد من عمله ودون أن يكون قصد إلى ذلك، وجد الفقيه بوبكر نفسه يتصفح ألبومات لصور عائلية، وقد ذهل وكأنه يكتشف الأمر للمرة الأولى للشبه الكبير بين ابنتيه سليمة وسهيلة. دارت بذهنه فكرة، لما لا يستعمل جواز سفر ابنته سهيلة لاستقدام ابنته سليمة من المغرب؟ قال في نفسه بعد أن تصل إلى هولندا سيعمل على تسوية وضعيتها القانونية. كذلك فعل. بعد بضعة أسابيع كان على متن الطائرة متوجها إلى المغرب، وفي حقيبته جواز السفر الهولندي لابنته سهيلة. أمضى في شفشاون بضعة أيام كانت كافية لتهيئ سليمة للسفر المغامرة. كان الفارق بين الأختين ذاك الخال الذي يزين خد سليمة الأيسر، وقد اهتدت الشابة إلى طريقة تموه بها على ذلك الفارق، إذ وضعت لساقا طبيا على الخال. ثم حان موعد السفر. توجه الفقيه بوبكر مع ابنته سليمة إلى مطار ابن بطوطة بطنجة. كانت الطائرة ستقلع في الرابعة عصرا، وقد تعمد الفقيه أن يصل إلى المطار متأخرا بعض الشيء. كان غرضه أن يستفيد من ضغط الوقت على مصالح الشرطة والجمارك. تقدم إلى شباك الشرطة بعد أن سجل أمتعته وأمتعة ابنته، لم يكن لديهما الكثير، ثم قصد إلى شباك الشرطة. سلم هو جوازه أولا ثم تقدمت هي. نظرت إليها المفتشة التي كانت مكلفة بختم الجوازات، لم تلاحظ ما يستوجب توقيفها، وضعت الختم على الجواز. دخل الفقيه وابنته إلى قاعة الإركاب. بعد دقائق معدودات سيؤذن للمسافرين بالتوجه إلى الطائرة. في الباب المفضي إلى أرضية المطار تقف شرطية أنيقة، كانت مهمتها أن تراقب ما إذا كان جواز المسافر مختوما قبل أن تسمح له بالمرور إلى الطائرة. ثم جاء دور سليمة. سلمت جواز السفر للشرطية التي ما تأكدت من أنه قد ختم، حتى أعادته إلى الشابة متمنية لها سفرا سعيدا. ردت الفتاة بالفرنسية قائلة ميرسي. لفت انتباه الشرطية أن الفتاة ذات جواز السفر الهولندي تتكلم الفرنسية. ثم ذاك اللصاق الطبي على خدها الأيسر. تساؤلات دارت بذهن الشرطية التي دعت الشابة إلى مصاحبتها إلى مركز الشرطة. كان موعد الإقلاع يقترب، ولكن الشرطية طلبت من رئيس أمن المطار التحقق من هوية الشابة. رفعت بصماتها، وفي دقائق معدودات ظهر أن اسمها سليمة وليس سهيلة الشافع. عمدت الشرطية إلى نزع اللصاق الطبي الذي كان على خدها الأيسر، إذ ذاك ظهر الخال. كان الفقيه بوبكر قد تبع ابنته، في نهاية الأمر هو لن يستطيع التخلي عنها. تمت متابعتهما بمحاولة اجتياز الحدود بكيفية غير قانونية والمشاركة، وحكم عليهما بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ. أكد علال أنه لم يرى أحدا حينما التقط المولودة، الآن صار يعلم جنسها، وأنه كان متوجها إلى الميناء حيث يعمل منذ عدة سنوات. لاحظ الضابط الذي تولى التحقيق أن الحفاظة التي كانت تحملها اللقيطة من نوع تلك الحفاظات التي يتم تهريبها من مدينة ماليلية المحتلة. قد لا يعني ذلك الكثير،
كان يعلم أن نساء وفتيات كثيرات تشتغلن في مليلية المحتلة تمضين نهارهن بها ثم تعودن في المساء. لقيطة على مشارف مليلية. إلى زمن قريب كانت الطريق الرئيسية القادمة من الناظور إلى ميناء ابن بنصار تمر بمحاذاة ابن نصار، ولكن التوسع العمراني يدفع بها الآن ليكون مسارها في قلب ابن نصار. تلك الطريق يعرفها علال المعروف بسبادا شبرا شبرا، يسلكها مرتين كل يوم حين يمضي إلى عمله في الميناء وحين يعود في المساء إلى منزله المتواضع في الجانب الآخر من ابن نصار. علال رجل بلا مشاكل، في الأربعين كما يقول، صاحب نكتة، ويجد متعته الأكبر حين يلتقي بالقدامى ممن يتحدثون الريفية العميقة الغنية بالصور الشعرية والتصوير الساخر، وهو إلى ذلك رجل متدين يصلي ولا يقرب الخمر. صباح الرابع من مارس من العام 2000، بينما كان في طريقه إلى الميناء على مد دراجته الهوائية وعلى بعد شارعين قبل أن تتقاطع الطريق الرئيسية مع شارع الحسن الثاني، لاحظ علال وجود ما يشبه كومة من الثياب. لما اقترب بدا له أنها أثواب من نوع ما يلف به حديث الولادة. لم يظهر أحد في المحيط القريب. ترجل علال من دراجته، ولما اقترب فاجأه وجود مولود ملفوف بداخل تلك الأثواب. نظر يمينا ويسارا، نظر في كل الاتجاهات، لم يكن هناك من أحد. اقترب لينظر عن كثب. كان المولود الذي لم يعرف بعد ما إن كان ذكرا أو أنثى حيا. كانت الساعة تقترب من السابعة صباحا. تصوروا ما الذي بإمكانه أن يفعل في مثل تلك الساعة. انحنى عليه، كان مغمض العينين. عود علال النظر في كل الاتجاهات، لا أحد. مرت بالقرب منه بضع سيارات لم تتوقف أي منها. فكر في الذهاب إلى أول مركز للشرطة. حمل الوليد وضمه إليه، وبيده اليسرى أمسك مقود دراجته ومضى يدفعها. لما بلغ ملتقى الطرق توجه يسارا، قصد مركز الشرطة في باب مليلية. قبل أن يصل رأى شرطيا قصده، أبلغه بأنه عثر على الوليد الذي لم يعلم جنسه بعد على قارعة الطريق. طلب منه الشرطي أن يرافقه إلى المفوضية. استقبله ضابط كان يقوم بالمداومة. استمع إلى علال بعد أن دون في محضر استماع هويته، علال بقديح المعروف بسبادا، عنوانه ابن نصار. دون الضابط كل أقوال علال، ثم عمد إلى المولود. إنها أنثى، على صراخها في المفوضية، لعلها جائعة أو بحاجة إلى تغيير حفاظتها. اكتشف الضابط رضاعة بين الأثواب التي كانت تلفها، كان بها حليب. ولما لم يكن أمامه خيار آخر ناولها الرضاعة. لحظتها فقط سكتت. أكد علال أنه لم يرى أحدا حينما التقط المولودة، الآن صار يعلم جنسها، وأنه كان متوجها إلى الميناء حيث يعمل منذ عدة سنوات. تمت إحالة علال والرضيعة على المقر المركزي للشرطة في الناظور. يتعين إيداع الرضيعة مركزا لرعاية الأطفال المتخلى عنهم وفتح تحقيق بغاية الوصول إلى من تركها على الرصيف عرضة للخطر. لاحظ الضابط الذي تولى التحقيق أن الحفاظة التي كانت تحملها اللقيطة من نوع تلك الحفاظات التي يتم تهريبها من مدينة مليلية المحتلة، قد لا يعني ذلك الكثير. أودعت الطفلة قسم المتخلى عنهم، ورجح الطبيب الذي عينها أن تكون ولدت قبل 3 أو 4 أيام. أخلي سبيل علال بقديح بعد التزامه بالحضور متى تم استدعاؤه. يومها لم يذهب إلى عمله، وفي المساء في المقهى حيث يلتقي أصدقاءه حكى قصة اللقيطة. ضحك من ضحك، ومنهم من أبدى أسفه واستنكاره للذي حدث للرضيعة، وآخرون وسوسوا لعلال أنها ستعاد إليه إن لم يتم العثور على من تركها على قارعة الطريق. أثارت الحفاظة التي كانت على الرضيعة اهتمام المحقق،
كان يعلم أن نساء وفتيات كثيرات تشتغلن في ماليلية المحتلة، تمضين نهارهن بها ثم تعدن في المساء. وقد قرر أن يركز البحث على هذا المسلك، دافعه أن اللقيطة وفق ما أدلى به علال تركت على الطريق إلى نقطة العبور إلى ماليلية المحتلة. بين تلك النساء اللائي تعبرن إلى المدينة المحتلة من هن معروفات، وقد قرر الضابط أن يرسل من يأتيه بمعلومات حول من كن حاملات منهن ووضعن حملهن قبل بضعة أيام. المعلومات التي تم الحصول عليها أفادت بأن 4 نسوة كن حاملات ووضعن حملهن خلال الأسبوعين الماضيين، 3 منهن تسكن في بنينصار ورابعة تأتي من الناظور. تمكن الباحث من الحصول على أماكن سكناهن. اتضح أن النسوة 3 اللواتي تسكن في بنينصار متزوجات وأنهن ما زلن تحتفظن بموالدهن. بقي العثور على 4 تلك التي كانت تأتي من الناظور من ولاد بوطيب، لم تكن معروفة في ذلك الحي، ولذلك لم يتم الوصول إليها سوى بعد مرور 10 أيام. المعلومات التي أدلى بها سفاج في زنقة الجوطية كانت حاسمة، فقد علم منه الباحثون أنه منذ بضعة أشهر لاحظ أن امرأة شابة تخرج من زقاق مقابل في وقت باكر من كل صباح، وأنه قدر أن تكون تعمل في مليلية أو في مكان ما من الناظور. قال إن حملها صار باديا منذ 3 أشهر، وأنه كان يستغرب أنها تخرج في تلك الأوقات وحيدة. قال إنه رآها ذات صباح تحمل وليدها في حضنها، كان ذلك قبل نحو 10 أيام. تتطابق معلومات السفاج أو تكاد تتطابق مع التسلسل الزمني لقصة لقيطة بن نصار. تسارعت الخطى وتم الوصول إليها. كانت تكتري غرفة فوق سطح أحد المنازل عميقا في حي ولاد بوطيب. حين طرقت الشرطة بابها كانت تبدو في حالة صحية متدهورة، في 22 من العمر، اسمها تريا السامر. علم منها المحققون أنها جاءت إلى الناظور من مدينة الفقيه بن صالح. قالت إنها لم تأتي بدافع الفاقة، ولكنها فرت من عائلتها قبل 8 أشهر منذ أن أيقنت أنها حامل، وبعد أن أعياها انتظار وفاء ذاك الذي أحبته بوعده. لم يطرق باب عائلتها خاطبا، اختفى. علمت لاحقا أنه غادر إلى إيطاليا حيث يوجد أخوان له. ولما ظهر حملها خشيت أن يفتضح سرها وأن ينتقم منها إخوانها. خرجت فجر يوم ماطر، ذهبت إلى المحطة الطرقية، ركبت الحافلة المنطلقة إلى الدار البيضاء. كانت تنوي المكوث بها، ولكنها اكتشفت مفاجأة غير سارة. كانت على متن الحافلة إحدى معارفها، قالت لها إنها ستذهب إلى الدار البيضاء عند ابنة عمتها هناك. كانت تلك الصدفة غير سارة كافية لتقرر تغيير وجهتها. من الدار البيضاء امتطت القطار إلى وجدة، بقيت هناك أسبوعين ثم أخذت وجهة الناظور. حكت للمحققين أنها تدبرت أمرها، اكترت غرفة، ولما حصلت على جواز سفر صارت تذهب كل يوم إلى مدينة مليلية المحتلة، تعمل في البيوت تارة وأحيانا أخرى تحمل بضاعة مهربة. ولما اقترب موعد الولادة توارت عدة أيام في تلك الغرفة، وحين جاءها المخاض نادت على إحدى جاراتها، ولدتها أنثى. انتظرت 3 أيام، كانت قد قررت التخلص منها، تذكرها بذاك الذي خذلها وحطم حياتها. حملتها صباح ذلك اليوم، ركبت سيارة أجرة إلى بنينصار، نزلت بعيدا ثم مشت في الأزقة. ولما عادت إلى الطريق الرئيسية وبدا لها ألا أحد يراها، وضعتها على الرصيف وتراجعت مسرعة. أمضت يومها في ماليلية. كم كان مؤلما وخز فطرة الأمومة لديها. في لحظة من اللحظات فكرت في العودة لاستردادها، ولكن الزمن مضى ولم يتوقف. لما عادت في المساء تحاشت المرور من هناك. أقفل المحضر، ستتابع بالمنسوب إليها من أفعال.
عبرت تريا عن رغبتها في استعادة مولودتها. سجلت دعوى ضد الذي تخلى عنها، ستنتظر أن يأتي أو يؤتى به ليقر بأبوته للطفلة تلك التي اختارت لها اسما بشرى. شرطي من تطوان. تبدأ القصة حيث تنتهي. ذات يوم من أواخر شهر يونيو من العام 2000، كان شرطيان من الفرقة الحضرية يتوليان الحراسة على شاطئ مدينة أجدير. كان حارس الأمن يوسف باللفقيه وزميله علي عزام يقومان بمهمة مراقبة مسترسلة لجزء من شاطئ أجدير ومن مكان مرتفع. وبينما هما منهمكان في عملهما سمعا صراخ امرأة تستغيث. التفت إلى الجهة التي يأتي منها الصراخ. كانت امرأة تقاوم شخصا يحاول أن يسلبها حقيبتها اليدوية. أسرع إلى حيث المرأة. كان يقتربان، ولكن الرجل يواصل محاولة انتزاع الحقيبة اليدوية من المرأة. فجأة سلبها الحقيبة. وقعت المرأة على رمال الشاطئ وركض الرجل. تبعه الشرطي يوسف باللفقيه، ولما كاد أن يلحق به استدار وأشهر سكينا في وجه الشرطي. أشهر يوسف مسدسه في وجه الظنين، ولكنه لم يتراجع. ثم من الخلف فاجأه الشرطي علي، جرده من السكين وتمت السيطرة عليه وتصفيده. عاد حارس الأمن يوسف إلى المرأة التي تعرضت للاعتداء. كانت ملقاة على الرمل وعلى بطنها آثار دم. طعنها الجاني بسكينه. لم تكن فاقدة الوعي. طلبت من الشرطي أن ينقلها إلى مصحة يديرها صديق لوالدها. المرأة الشابة تنزف، والشرطي علي عزام يمسك بشخص خطير. استوقف حارس الأمن يوسف باللفقيه سيارة لنقل البضائع. حمل المرأة ووضعها في الجزء الخلفي من السيارة، ثم ساعد زميله على اقتياد الظنين المصفض إلى داخل السيارة. انطلقت الناقلة بسرعة. تم إدخال الشابة إلى المصحة بينما نقل الظنين إلى مفوضية الشرطة. هكذا بدأت قضية جنائية أخرى في سجلات الشرطة القضائية بأجدير. ولكن قصة الشرطي يوسف باللفقيه تبدأ من هنا، حيث انتهى يوم عمله في شاطئ أجدير. تبدأ قصة الشرطي يوسف في باب سبتة ذات يوم من أيام فبراير قبل 25 سنة. كان عمره وقتها 3 أعوام لما عثر عليه تائها بمقربة من نقطة الجمارك. حمل إلى مخفر الشرطة على أمل أن يأتي ذووه يبحثون عنه، ولكن أي شيء من ذلك لم يحدث، فتم إيداعه مؤسسة خيرية في مدينة تطوان. أشفق عليه أحد المربين فأخذه إلى بيته بين أولاده إلى حين أن يظهر من يطلبه من ذويه. مرت الأيام والشهور والسنوات، واندمج الطفل في تلك الأسرة التي منحته الدفء. لم يتمكن الفقيه وهو يأوي الطفل ويضمه إلى أبنائه من التعرف على اسم الصبي الذي كان حين يسألونه ما اسمك كان يرد يوس. كان الصبي يحمل في عنقه سلسلة ذهبية كتب على صفيحتها يوسف 25/7 أجدير. تأكد الفقيه من أن الطفل يسمى يوسف، لا معلومات أخرى. شب الفتى في جو أسري نقي. تابع دراسته كما أبناء الفقيه. وحين حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم كان يتوق إلى الالتحاق بكلية العلوم بالرباط، ولكن الظروف المادية للفقيه لم تكن تسمح بتحمل عبء الدراسة في الرباط، ولذلك بقي يوسف نزيلا في الملجأ يساعد الصغار من النزلاء في الدراسة. شاءت الأقدار أن يزور وزير الشؤون الاجتماعية مدينة تطوان، وأن يكون الملجأ الذي يقيم فيه يوسف من المرافق التي تشملها الزيارة. أعد يوسف طلبا للحصول على وظيفة وقدمه إلى الوزير حين زيارته التفقدية للملجأ. حط الطلب في الإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد أيام تم استدعاء يوسف إلى التدريب في المعهد الملكي للشرطة. تميز يوسف من بين زملائه في فترة التكوين. حصل على مرتبة جيدة أهلته إلى اختيار المدينة التي يرغب في الاشتغال فيها. اختار أجدير.
كان الفقيه الذي احتضنه قد أبلغه بقصة العثور عليه تائها في باب سبتة، ولما شب سلمه السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه حين تم العثور عليه. باختياره العمل في أجدير كان حارس الأمن يوسف بن الفقيه يريد أن يكون أقرب إلى المكان الذي يفترض أن توجد به أسرته التي تها عنها. المرحلة الثانية تبتدئ في شاطئ أجدير بإنقاذ تلك الشابة واعتقال الشخص الذي اعتدى عليها وسلبها حقيبتها اليدوية. بعد أن نقلت الشابة إلى المستشفى وبعد أن أودع الظنين مفوضية الشرطة، حسب الشرطي يوسف أن الموضوع انتهى وأن القضية ستأخذ مجراها، ولكنه في اليوم التالي وبينما كان يزاول مهامه فوجئ برئيسه المباشر يصل على متن سيارة العميد الإقليمي ويطلب منه أن يرافقه إلى مفوضية الشرطة. امتثل الشرطي وركب السيارة، ولما وصل مقر الأمن توجه مباشرة إلى ديوان والي الأمن بأجدير، أدى التحية ووقف وقوف العسكري المنضبط إلى أن أذن له الوالي بالراحة وسمح له أن يجلس. جلس الشرطي يوسف على كرسي، وفي الكرسي المقابل كان يجلس رجل عليه جلال ووقار، بدا له أنه من أعيان المدينة. حتى تلك اللحظة لم يكن يعلم حارس الأمن يوسف بن الفقيه سبب استدعائه إلى ديوان والي الأمن، ولكن ترقبه لم يطل، فقد طلب منه الوالي أن يحكي ما حدث أمس في شاطئ المدينة. حكى الشرطي يوسف بالتفصيل ما وقع وكيف تم إنقاذ تلك الشابة والقبض على الجاني، وكان يوسف يحكي بأسلوب يصور دقائق الموضوع، وكان الرجل الجالس أمامه يصغي باهتمام كبير. سأله الوالي عن السبب الذي جعله يستوقف سيارة نقل البضائع لنقل الشابة المصابة إلى المستشفى. رد يوسف قائلا إن حياة إنسان أغلى من كل شيء، وإنه لو اختار طلب سيارة الإسعاف فإنه ربما أضاع وقتا ثمينا لإنقاذ تلك الشابة. كان يوسف في قمة الانضباط، وكان والي الأمن ينظر إليه بإعجاب. لما أنهى الشرطي يوسف كلامه أخبره والي الأمن بأنه إنما استدعي لتلقي الشكر من والد تلك الشابة التي أنقذها، وأن والدها هو هذا الشخص الجالس أمامه. قام الرجل وعانق الشرطي بحرارة وشكره، ثم أدخل يده في جيبه وأخرج ظرفا كان واضحا أنه يحتوي على مكافأة مالية. حين كان الرجل يمد الظرف إلى يوسف، كان والي الأمن ينظر إليه بنظرات تأمره بأن يمتنع عن تسلم ذلك الظرف، ولكن يوسف تسلم الغلاف من الرجل. اشتدت أسارير والي الأمن، ولكن يوسف تناول قلما ودون فتح الغلاف كتب عليه شيئا ما، ثم سلم الظرف إلى الوالي. كان مكتوبا على الغلاف يحول هذا لفائدة المصالح الاجتماعية. وبحضور الضيف أثنى والي الأمن على حارس الأمن يوسف بن الفقيه وأذن له بالاتصال به كلما دعت الضرورة إلى ذلك. طلب الضيف من والي الأمن أن يأذن ليوسف بمرافقته إلى المصحة لأن ابنته تلح على مقابلة الشرطي الشجاع الذي أنقذها من موت محقق. وافق والي الأمن، ولما دخل يوسف الغرفة التي توجد بها الشابة وقد علم الآن أن اسمها عائشة، لاحظ إشراقة وجهها وهي تستقبله. كانت والدتها تتابع من كرسي في زاوية الغرفة هذا اللقاء بين الشرطي وابنتها. وحين استأذن بالمغادرة رافقته والدة عائشة إلى الباب ودعته إلى الغذاء يوم الجمعة المقبل. مرت الأيام واكتشف يوسف أنه وقع في حب تلك الفتاة، كما أن عائشة اكتشفت أنها وقعت في حب الشرطي الذي أنقذها. تطورت الأمور إلى مشروع زواج، بدا والد عائشة وقد بارك المشروع، ولكنهما طلبا منه استقدام والديه لإتمام العملية. كان طلبا مؤلما وعبئا ثقيلا على نفس يوسف، ولذلك فإنه قصد باب والي الأمن. حاول القائم بشؤون الديوان أن يمنعه، ولما تعالت أصواتهما خرج الوالي من مكتبه يستطلع الأمر. إذ ذاك اكتشف وجود الشرطي يوسف بن الفقيه. بعد التحية أدخله الوالي إلى مكتبه، أبلغه بقصته مع عائشة تلك الشابة التي أنقذها، حدثه عن مشروع الزواج. رد الوالي بأنه يمنحه رخصة من 4 أيام لإحضار والديه من تطوان، ولكن الشرطي أجهش بالبكاء. فوجئ الوالي ببكائه
وبعد أن هدأ أخبر يوسف والي الأمن بقصته مأساته. وعد والي الأمن الشرطي يوسف بأنه سيساعده في البحث عن أهله، وإنه إن لم يوفق فسيكون من سيخطب له عائشة بنت رجل الأعمال المعروف الحسين أيت بري. شكر يوسف والي الأمن وغادر مكتبه بعد أن سلمه تلك السلسلة الذهبية التي كانت في عنقه يوم عثر عليه طفلا تائها في باب سبتة. كان يوسف لحظتها مستبشرا ومسرورا. في اليوم نفسه أمر والي الأمن بإيفاد محقق إلى تطوان لاستجلاء حقيقة الشرطي يوسف بن لفقيه، كما أمر باستكشاف الأسر التي لها مواليد بأسماء يوسف ازدادوا في التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية. بعد 3 أيام عاد الضابط الذي أرسل إلى تطوان يؤكد قصة يوسف الطفل الذي فقد بباب سبتة وتربيته في كنف أحد المدرسين الملحقين بمؤسسة خيرية. في الوقت ذاته مكنت التحريات على مستوى مصالح الحالة المدنية من اكتشاف العائلة الوحيدة التي ولد لها مولود ذكر سمي بيوسف في نفس التاريخ المنقوش على السلسلة الذهبية. كانت تلك عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم رجل الأعمال المعروف المنحدر من مدينة تطوان. استدعى والي الأمن رجل الأعمال إلى مكتبه، سأله إن كان له ولد اسمه يوسف، رد بالإيجاب، طلب منه أن يحضره إلى المفوضية. وفي الحال اتصل رجل الأعمال بزوجته وطلب منها استقدام يوسف إلى مفوضية الشرطة. لم يكن رجل الأعمال التطواني يعلم السر وراء ذلك. بعد وقت قصير حلت زوجة رجل الأعمال برفقة ولدها يوسف بمقر الأمن. سأل الوالي إن كان للأسرة ولد آخر اسمه يوسف، استغرب الثلاثة وردوا بالنفي. لحظتها أخرج والي الأمن من درج مكتبه السلسلة الذهبية التي سلمها إليه حارس الأمن يوسف بن لفقيه، وما أن وقع نظر المرأة على تلك السلسلة حتى اضطربت وأغمي عليها. لحسن الحظ أنها استفاقت سريعا، كانت السلسلة في يدها. قالت إنها السلسلة التي كانت في عنق ولدها يونس الذي اختفى في يوم كذا من سنة كذا. كانت العائلة قد تقدمت بمذكرة بحث لم تأتي بأي نتيجة. وفجأة سألت المرأة وبنبرة حادة، وأين عثرتم على هذه السلسلة؟ رد والي الأمن بأن على الأسرة أن تتريث وتنتظر بضعة أيام، وإن في الأمر ما يبشر بكل خير. في ذلك اليوم أخذت عينات من ريق رجل الأعمال عبد الرحمن بن عبد الكريم، وكان تقني مصلحة التشخيص قد أخذوا من قبل عينات من ريق الشرطي يوسف. لاحقا بعد بضعة أيام أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت في المختبر الوطني تطابق البصمات الجينية للرجلين. أعد والي الأمن للمقابلة التي ستجمع شمل عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم بابنها يونس الذي ضاع منها قبل 25 عاما. كان والي الأمن قد أبلغ الشرطي يوسف بالنتائج السارة التي توصل إليها. في اليوم المعلوم استدعى عائلة عبد الرحمن بن عبد الكريم، ولما وصلت طلب من ابنها يوسف أن يلتحق بقاعة الاجتماعات. هناك وجد في الانتظار شابا جلس إلى جانبه. بعد لحظات دعا والي الأمن السيد عبد الرحمن وزوجته إلى الدخول إلى قاعة الاجتماعات. ما أن فتح الباب حتى وقع نظرهما على شابين يجلسان جنبا إلى جنب، أحدهما ابنهما يوسف والآخر لم يتعرف إليه. قال والي الأمن: هذا ولدكما يونس. لكم أن تتصوروا وقع الحدث على الأب والأم. بعد أيام تقرر لقاء بين عائلة يوسف حارس الأمن أي يونس وعائلة الحسين أيت بري عائلة عائشة. تمت الخطبة. بعد أشهر أقيم حفل الزفاف. كان يونس مصرا على صرف الحد الأدنى وعلى أن يتم التبرع بما زاد عن الضرورة لفائدة ملجأ الأيتام في تطوان، حيث وجد الدفء الذي فقده يوم ضاع في باب سبتة. لقاء في أيتورير. في أيتورير اعتاد نيكولا لو غارديان وزوجته ميشيل على التوقف كلما كان في طريقهما إلى ورزازات أو حين يعودان من جولتهما السنوية في الجنوب المغربي الجميل. كان الزوجان اللذان تجاوزا 50 منذ سنوات قد تعلما كلمات من العربية وبضع عبارات بالأمازيغية،
وكان يوظفان من تلك الكلمات كلما أراد إلى تقريب المسافة بينهما ومخاطبيهما من سكان المناطق التي يعبرانها. مع مرور الوقت صار وجهين مألوفين في جل المحطات التي يتوقفان بها، ومنها أيتورير. يقصد نيكولا وزوجته المقهى ذاته منذ عدة سنوات، يستمتعان بالشاي بالنعناع وبالرغايف والحلويات التقليدية التي يقدمها المقهى. وقد تعود قبل أن يغادر أيتورير على أن يتزود بتلك الحلويات الشعبية البسيطة التي تصنع من الدقيق والبيض والزيت وتعطى شكلا مستطيلا أو شكل دوائر. في أيتورير يجيدون صناعة ذلك البسكويت، كذلك كان يردد نيكولا حين يأتي على ذكره، أحيانا يضيف لأن أفرانهم توقد بالخشب. في شتنبر من العام 2006 في العاشر منها، كان نيكولا وميشيل لوغارديان في طريقهما إلى مراكش عائدين من رحلة جديدة إلى الجنوب، وكما دأب على ذلك توقف بأيتورير. صباح ذلك اليوم صادف في ذلك المقهى فرنسيا شابا قال إن اسمه جون برنار مارتيني. لم يكن نيكولا ولا ميشيل قد انتبه إلى وجوده في المقهى، أبلغهم بذلك حمان النادل. قال لنيكولا بفرنسية تقريبية يمازحه: معنا ابن عم لك. قالها ثم ضحك، ولكن نيكولا أراد التعرف على ابن العم ذاك الذي لم يكن يعرفه. نهض من مكانه ورافق النادل إلى حيث كان يجلس الفرنسي الشاب. كان في 30 وقد علم منه أنه عائد من جولة قادته إلى السنغال وغامبيا وموريتانيا والأقاليم الجنوبية للمغرب، وأنه يريد العودة إلى فرنسا، إلى ميدز مدينته. سكت الرجل الشاب عن ظروفه المادية، ولعل سكوته ذاك ما جعل نيكولا يفهم أنه ربما لا يملك ما يكفي من مال لإتمام سفره إلى فرنسا. دعاه إلى طاولته وعرفه على ميشيل، وفي أثناء الحديث حتى لا يحرجه عرض عليه أن يكون رفيقهما في سفر العودة إلى فرنسا. كان قد علم من نيكولا أنه يسكن توخ، وأنه عمل بها سنوات طوالا في قطاع السياحة. قال الشاب إنه أنهى منذ عامين دراسته بحصوله على ماستر في الفيزياء. سريعا غير نيكولا الحديث. بعد أن تناول الثلاثة فطورهم انطلقوا إلى مراكش. نيكولا وزوجته يريدان وداع أصدقاء لهما يسكنون في المدينة العتيقة. قال جون برنار إنه سيقوم بجولة عبر أهم معالم المدينة على أن يلتقيهما بعد أن يفرغ من زيارة أصدقائهما. ركن نيكولا رباعية الدفع البيضاء في موقف للسيارات، وتواعدوا على اللقاء في مدخل ساحة جامع الفنا في 4 عصرا. رآهما جون يدلفان في اتجاه الصومعة. سيعلم بعد حين لما يفتح دليله السياحي أنها صومعة الكتبية. في ساحة جامع الفنا ضحى ذلك اليوم لم تكن الحركة رائجة. تجول عبر ما تعرضه بضع محلات من منتوجات الصناعة التقليدية. لما انتصف النهار مضى إلى مطعم شعبي. عصرا قبيل موعده مع نيكولا وميشيل كانت ساحة جامع الفنا قد بدأت تستقطب الزوار. استطاع جون برنار مارتيني أن يراقب كيف تتكون الحلقات حيث ترقص الثعابين على إيقاع المزامير، وحيث الحكايات التي تأتيك بأنباء الغابرين والصالحين والعاديين من الناس، وتتيح للمتأمل استخلاص عبرة أو فسحة للمرح واقتطاع زمن من وقته للتحليق بعيدا في عوالم الخيال. لعل جون برنار الذي لم يسبق له أن زار مراكش حلم بالبقاء مدة أطول في المدينة الحمراء. عندما رفع آذان العصر من صومعة الكتبية كان الفرنسي الشاب في مدخل جامع الفنا ينتظر. كانت الساعة تقترب من 4. شدت نظره العربات التي تجرها الخيول، وأيضا بائع الماء الجراب. أسر الشاب في نفسه عزما على العودة إلى مراكش ذات يوم، يرجو أن يكون قريبا. ثم ظهر نيكولا وميشيل، كانا منشرحين، أمضيا وقتا ممتعا مع أصدقائهما.
انطلق الثلاثة بينما كانت الشمس تمضي إلى مغيبها. يفضل نيكولا الطرق الوطنية والطرق الثانوية. حكى لجون برنار عن رحلاته المتكررة إلى المغرب حيث يمضي شهرين كل عام. حكى له عن الأماكن وعن الناس، وقد استفز ذلك رغبة لدى جون ليحكي هو الآخر عن رحلته إلى السنغال. يهم نيكولا وميشيل أن يسمع عن السنغال، فقد تغريهم الحكاية بمغامرة قادمة. تحدث جون برنار عن مقامه في سان لوي، قال إنه أمضى هناك 3 أسابيع، قالها وهو يبتسم. أضاف: كان بنوان مضيافا كريما. بدا نيكولا وكأنه يتساءل عمن يكون بنوان، وسرعان ما انتبه جون برنار إلى ذلك فبادر مستدركا: اعذراني، بنوان كسار صديق تعرفت عليه منذ سنوات في فرنسا. هو رجل أعمال ناجح يعمل في تجارة المنتوجات الجلدية، وقد استقر في سان لوي منذ 3 سنوات، يسكن شارع ماكو دوندياي. بالنسبة لنيكولا، كان اسم كساغ يذكره بقضية كان شاهدا فيها قبل 10 سنوات، ربما قبل 10 سنوات، ولذلك ترك لضيفه جون برنار فرصة التوسع في الحديث عن مقامه هناك في سان لوي في ضيافة مسيو بنوا كساغ. لا يستبعد نيكولا أن يكون الأمر مجرد تشابه في الاسم، وإن كان يميل إلى أن الشخص الذي يتحدث عنه جون برنار هو الشخص نفسه الذي يستحضره في ذهنه. أبحر الثلاثة من ميناء طنجة، عرض جون برنار على نيكولا أكثر من مرة أن يساعده في قيادة سيارته، ولكنه كان يفضل أن يترك المقود من حين إلى آخر لزوجته ميشيل. توقف المسافرون 3 في بلدة بارلا، كانوا على باب مدريد وقد حل المساء. قال جون برنار إنه سيتصل بصديق له في مدريد وإنه سيمضي معه 4 أيام إن كان حاضرا. قال إنه إسباني يعمل في أحد المصارف، مضى يبحث عن مخدع هاتفي. في غيابه أفضى نيكولا لزوجته بأنه يظن أن هذا الشاب الذي اصطحباه من أي تورير يخفي سرا ما، وإن صاحبه ذاك الذي يسكن سان لوي لص خطير كان مبحوثا عنه. تعلم ميشيل أن زوجها ما زال يتعاون مع المصالح الأمنية الفرنسية حتى بعد تقاعده. عاد جون برنار مارتيني، قال إن صديقه الإسباني موجود في مدريد وإنه سيلتقيه غدا. قصد 3 إلى مطعم قريب من النزل الذي آووا إليه. كانت حقيبة جون برنار في السيارة. تذرع نيكولا بأنه نسي حافظة نقوده وقال لجون برنار وميشيل إنه سيلحق بهما في المطعم. في حقيبة الظهر التي تركها الشاب في السيارة اكتشف نيكولا مذكرة صغيرة، قلب 4 صفحات منها، كانت بها عناوين وأرقام هواتف وأسماء مرتبة ترتيبا أبجديا. كان يهم نيكولا أن يحصل على عنوان ورقم هاتف بنوا كساغ، ذاك الذي يظن أنه مبحوث عنه في قضية نصب راح ضحيتها رجل أعمال في ميدز. وقع على اسمه سريعا، نسخ عنوانه ورقمين هاتفيين كانا مسجلين بجانب الاسم، ثم التحق بالمطعم. في الصباح ودع نيكولا وزوجته جون برنار مارتيني في مكان قريب من وسط مدريد بعد أن ترك لهما رقم هاتفه وعنوانه في ميدز، شكرهما ومضى. ما أن عاد نيكولا إلى توخ حتى اتصل بمخاطبه في المصالح الأمنية، سأل عن قضية بنوا كساغ. علم أن الملف ما زال مفتوحا وأن الجديد فيه أن هذا الشخص المبحوث عنه عثر عليه ميتا في منزل كان يسكنه في سان لوي بالسنغال. أوضح مخاطب نيكولا أن ذلك حدث قبل 20 يوما. كانت ميشيل قد أعدت القهوة ووضعت في صحن 4 قطع من ذلك البسكويت الذي اشترياه في أي تورير. جلس نيكولا إلى المائدة، قال لميشيل: أظن أننا اصطحبنا معنا ثعبانا. فاجأها ما قاله. أضاف: أقصد ذاك الذي سافر برفقتنا جون برنار مارتيني، أظنه قتل بنوا كساغ وتعمد مغادرة السنغال برا. وهل قتل كساغ؟ سألت ميشيل. قبل 20 يوما.
حين أفكر أظن أنها الفترة التي مرت قبل لقائنا بجون بيرنار في أيتورير. في الغد سلم نيكولا المصالح الأمنية الرقم الهاتفي لجون بيرنار مارتيني وعنوان سكنه في ميدز. استمرت ملاحقته 3 سنوات. في العام 2009 أمسك به في برشلونة، وكان برفقة أحد رجلي الأعمال اللذين نصب عليهما بنوا كساخ، وخسر 4 ملايين من اليوروهات في صفقة وهمية لاستيراد الجلود الطبيعية من إفريقيا. أفضى التحقيق إلى أن جون بيرنار مارتيني قتل كساخ لحساب رجل الأعمال الذي ضبط برفقته، خنقه حتى الموت واختفى من سن. شيطان بجلباب مؤذن. وردت على مصالح أمن ولاية الرباط معلومات من مصادر موثوق بها أفادت بأن رجلا من جنسية إسبانية اسمه مارسيل موران اكترى دارا في قصبة الوداية وأدى كراء سنة نقدا دون أن يناقش الثمن، بدعوى أنه بنزوله في هذه الدار سوف يحقق أمنية ظلت تراوده منذ زمن بعيد. ولكن سرعان ما تحول هذا البيت إلى وكر لليالي الحمراء، الأمر الذي غير الهدوء الذي كانت تعرفه القصبة التي كما هو معلوم أمها ومنذ زمن بعيد عدد من الفنانين والأدباء والرسامين بحثا عن الاستمتاع بجوها المعتدل ولإشرافها على البحر حيث مصب وادي أبي رقرق. اهتمت السلطات الأمنية بمراقبة ما يجري في هذه الدار، ولكن لم يستطع الباحثون الذين كلفوا بهذه المهمة أن يصلوا إلى ضبط أي مخالفة للقانون طالما أن كل ما يقع يحدث داخل البيت. وقد تمكن الضابط المكلف بهذه المهمة من معرفة هوية هذا الأجنبي الذي يمتهن الصحافة ويعمل لحساب جريدة عالمية، ما جعل مهمة الباحثين صعبة، ومع ذلك فإنه ظل يراقب ما يروج إلى أن توصل بمعلومات أخرى موثوق بها تفيد بأن الرجل يستقبل يوميا عدة أشخاص يظهر أن من بينهم أشخاص من الأقاليم الصحراوية. عرضت المسألة على السلطات القضائية للحصول على إذن لإقامة مراقبة مشددة على هواتف الأجنبي، وسجلت عدة مكالمات. ومن تلك المكالمات التي تم تسجيلها واحدة وردت من هاتف محمول يخبره فيها مخاطبه بأن السلعة المطلوبة سوف تصل يوم 3 سبتمبر مع ساع خاص يسلمها له لقاء 10 ملايين التي تم الاتفاق عليها. كانت هذه المكالمة بداية لمراقبة مشددة بواسطة عدة عناصر من الأمن الوطني وآخرين من إدارة مراقبة التراب الوطني. ما دامت السلعة المشار إليها من المحتمل أن تأتي من الشمال، ومن الراجح أن تكون حسب تقدير المحللين أسلحة أو مخدرات. على الساعة 5 مساء من يوم 3 شتنبر توقفت سيارة مسجلة بمدينة الناظور بالقرب من مدرسة البنات الموجودة بشارع لعلو على بعد عدة أمتار من قصبة الوداية، وخرج منها شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما، حمل من صندوق الأمتعة حقيبة يدوية وتوجه نحو القصبة. وقد أخبر العنصر المكلف بباب هذا الحصن بقدومه وأمر بالاستعداد لتتبع خطاه دون أن يفطن بوجوده. ما أن وصل حتى كان الموظف يراقبه ويقتفي أثره، غير أن الشارع الرئيس لقصبة الوداية طويل ومستقيم، الأمر الذي جعل الشخص المراقب يشك في هذا الهدوء المخيم على الحي، ولذلك غير اتجاهه نحو الأزقة وسرعان ما اختفى وانقطع أثره. كان لابد أن يتدخل عدة عناصر للعثور عليه لكن دون جدوى، وقد وقع تفتيش عدة أماكن مر منها الرجل وحتى الغرفة المخصصة للمؤذن في المسجد الكبير. تقرر إرسال وحدات أخرى لإقامة مراقبة على كل ما يدور داخل القصبة ليلا ونهارا، وطبعا دون إثارة الانتباه، خصوصا أن دخول القصبة والخروج منها لا يتم إلا من باب واحد. وهكذا
تم تعيين إحدى المفتشات واسمها هناء البهلول لتحتل مكان سيدة أرملة كانت تتخذ من مدخل القصبة مكانا لبيع الحريرة في الصباح وفي المساء. وقد تكفلت السلطات بإقناعها بترك مكانها للمفتشة لقاء أن تعوض عن الخسائر التي قد تلحقها، وتعهدت أن تقوم بإعداد الطعام المذكور كالعادة على أن تبعثه إلى الموظفة التي أخذت مكانها بدعوى أن الأخرى دخلت المستشفى إثر مرض ألم بها. وبذلك تمكنت الشرطة من احتلال مرصد قار، وأكيد لأنه يمكن من مراقبة كل مار إلى القصبة أو خارج منها. بقيت السيارة تحت المراقبة وهي موقوفة بباب المدرسة دون أن يقترب منها أحد في انتظار العودة المرتقبة للرجل الذي كان يسوقها. وبالموازاة مع ذلك فإن لوحة تسجيلها أبانت أنها سيارة في ملك المدعو حميد بن موسى، وهو من سكان مدينة الناظور. طوال 3 أيام استمرت المراقبة على مدار الساعة، ولكن الرجل لم يظهر له أثر. أدركت السلطات الأمنية أنها أمام عصابة منظمة استطاعت أن تخترق كل هذه الحواجز، ومع ذلك فإنها لم تستسلم وأبقت على المراقبة المكثفة، في حين ظهر عنصر جديد وخطير في آن، ذلك أن جذع رجل وجد مرميا صباح 4 سبتمبر في مصطفى الرباط الواقع بالقرب من القصبة، ولكن تحديد هويته لم يكن ممكنا خلال 2 يوم لاكتشاف الجذع نظرا لانعدام وجود اليدين والرجلين. وفي مساء 7 شتنبر عثرت دورية بالقرب من مقبرة الشهداء على الأطراف المتبقية، وما أن عرضت على المختص في التشخيص القضائي حتى رفع بصمات اليدين وعرضها على الحاسوب الذي أكد هوية الرجل، وهو المسمى حميد بن موسى، الذي تعرف مصالح الأمن أنه يتاجر في الشيرة وأنه من سكان الناظور وله سوابق قضائية متعددة من أجل الاتجار في المخدرات. وبذلك تبين أن تصفية الرجل تمت في قصبة الوداية. بقي إذن فك لغز إخراج جثته ورميها في الشاطئ، وهو الأمر الذي فرض على الباحثين أن يحضروا المفتش هناء المكلفة ببيع الحريرة، وتعاقبوا على استعراض التقارير الشفوية الصادرة عنها طوال تلك الفترة والتي تم تسجيلها للرجوع إليها عند الحاجة. كان لابد من مراجعة تفاصيل التقارير التي قدمتها المفتشة، فظهر منها تكرر مرور شخص يعمل في فران القصبة، كان يخرج وهو يجر عربة يدوية، تارة يخرج الرماد المجتمع في الفرن من جراء إحراق الخشب، وأخرى بغرض تزويد الفران بما يحتاج إليه من أخشاب. وقد ظهر عنصر جديد كذلك، هو أن خروجه تزامن مع اكتشاف الجثة ومع اكتشاف باقي الأعضاء، مما جعل الشبهات تحيط به، الأمر الذي تطلب مضاعفة المجهودات لمعرفة هويته قبل كل تحرك. وهكذا بمجرد خروجه من القصبة صباح 12 شتنبر كانت هناك فرقة مستعدة للتدخل حالما تتلقى الأمر، وما أن وصل الرجل وهو يجر عربته بمقربة من بائع الحطب الذي يوجد في الثانية الغربية حتى صدمته سيارة كان يقودها رجل أمن بالزي المدني، ادعى أن العربة تسببت له في خسارة مادية، ما جعل الرجل يطالب بإجراء معاينة لأن الخطأ في الحادث يرجع إلى صاحب السيارة. وبذلك تمكنت الشرطة من معرفة هوية الرجل، يدعى الحسين الشاقور، وكان يسكن بمسجد قصبة الوداية بصفته مؤذنا في هذا المسجد. وبسرعة خاطفة وقع تنقيط هويته لتبين أنه من ذوي السوابق، حيث كانت آخر عقوبة قضى جزءا منها بسجن لعلو، وكانت من أجل القتل، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد ثم تم تحويله إلى سجن محدد، وقد غادر السجن المركزي بالقنيطرة بعدما قضى ما مجموعه 21 عاما. وخلال تلك الفترة التي قضاها في السجن كان يعمل في صناعة الخبز، ولما أطلق سراحه وجد عملا بفرن الخبز بقصبة الوداية،
وعن طريق صاحب الفرن تمكن من احتلال منصب المؤذن بعدما توفي الشيخ الذي كان مكلفا بهذه المهمة في مسجد الهدايا. بناء على تلك المعطيات تواصلت مراقبة الرجل دون أي تصرف غير محسوب في انتظار أن يظهر عنصر جديد يتيح التدخل، فما لبث أن وقع في الفخ، حيث تلقى الشخص الإسباني مكالمة هاتفية تخبره أن السلعة وصلت، وضرب معه المخاطب موعدا في الغد على الساعة 6 أي صباح 15 من شتنبر. وقد أبانت مهمة المكلفين بالتنصت على مكالمات الإسباني أن من خاطبه في هاتفه المحمول ليس إلا الحسين الشاقور الذي استعمل الهاتف الثابت المسجل في اسم صاحب الفرن، وبذلك أصبح من الضروري الاستعداد بكل الوسائل للوصول إلى حل لهذه النازلة. كان لابد لإنجاح العملية اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون إفلات الرجلين من قبضة الشرطة، وجعل حد لأعمال الإسباني، وذلك بإقامة الدليل على تورطه في قضايا تمس الأمن العام أو تخدش الأخلاق. وعندما قرب وقت الفجر كان كل واحد من الموظفين الذين تم تعيينهم في مكانه مستعدا للتدخل، وما أن تحركت عربة المؤذن من قصبة الهدايا حتى كانت قاعة المواصلات تنقل تحركها شبرا بشبر إلى أن بلغت ساحة الهدايا التي كانت خالية ولم يكن فيها سوى سيارات مركونة. بداخل إحدى تلك السيارات عنصران من رجال الأمن لا يرى لهم أي أثر. أوقف المؤذن عربته وظل يترقب نحو 10 دقائق، تجول خلالها بنظره داخل الساحة إلى أن سمع من بعيد هدير السيارة الرباعية التي وصلت، وما أن بلغت وسط الساحة حتى نزل منها الإسباني، ترك المحرك مشتغلا ليتلقى مباشرة بعد ذلك رنة على هاتفه في الوقت الذي توجهت فيه عربة المؤذن نحوه. وبسرعة خاطفة دون أي مقدمات أزال المؤذن أكياس الرماد من فوق عربته وحمل الحقيبة، وفتح الآخر الصندوق الخلفي للسيارة فتلقاها بسرعة خاطفة وتأكد بعد فتحها من محتواها، ثم ناول المؤذن حزمة تسلمها الأخير منها. كانت كاميرات الشرطة تراقب كل ذلك. تبين أن الحزمة هي حزمة أوراق مالية، وعلى الفور صدر الأمر للانقضاض على الرجلين. ألقي عليهما القبض وتم اقتيادهما إلى المفوضية قصد إجراء البحث. كانت مهمة رئيس فرقة مكافحة المخدرات سهلة عند استنطاق مارسيل موران الإسباني الذي لم يجد بدا من الاعتراف بكونه يمتهن الصحافة، ولكنه عندما رأى أن ما يدره ترويج المخدرات من أرباح غير اتجاهه وتحول إلى مصدر لمادة الحشيش إلى فرنسا عن طريق الزوار الذين يترددون على المنزل الذي اكتراه في قصبة الهدايا، وأن مهنته كصحفي لم تكن سوى غطاء لتجارته الحقيقية. أما عن علاقته بالعناصر القادمة من الأقاليم الصحراوية فقال إنها تهدف إلى الغرض ذاته، وذلك لجلب الكوكايين الذي يصل المغرب عن طريق بعض الأقطار الإفريقية لتصديره من جديد إلى فرنسا. أما المؤذن فإنه ادعى أنه ليس إلا واسطة بين الأوروبي ورجل أتاه وطلب منه مقابل مكافأة هامة أن يقوم بحمل الحقيبة وتسليمها إلى الشخص الموجهة إليه، غير أنه لم يصمت طويلا أمام الحجج الدامغة التي أسفر عنها تفتيش بيته، حيث عثر الباحثون على أوراق المدعو حميد بن موسى وعلى ملابسه، كما رصدوا آثار دم تبين أنه دمه. وقد جاء في اعترافاته المفصلة أنه ارتكب منذ 30 عاما جناية قتل حكم عليه من أجلها بالسجن المؤبد، وقد اشتغل طوال مدة اعتقاله بصناعة الخبز للسجناء، ولما غادر المعتقل كان على علاقة بشخص عرفه بصاحب الفرن فاستخدمه، وطوال سنة كان من حين لآخر ينوب عن مؤذن مسجد القصبة إلى أن توفي فأخذ مكانه، كما أقر أنه كان قد تاب من كل الأفعال الشيطانية وأنه صار ملتزما بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، لكن الأقدار حسب زعمه شاءت أن ترسل له رجلا
يظهر أنه من الشمال، قال إنه اقتحم عليه مسكنه وطلب منه أن يأويه ليلة أو ليلتين لقاء مكافأة هامة. قال إن الرجل كان ملاحقا من قبل الشرطة. ولما صارحه بمحتوى الحقيبة والمهمة التي جاء من أجلها إلى الرباط، دار ببال المؤذن أن يحل محله بعدما يتخلص منه بأي طريقة. وما أن نام الرجل وكان متعبا لطول السفر، أجهز عليه، قتله، واستولى على هاتفه المحمول وعلى كل ما كان معه من مال. في الصباح قام بتقطيع الجثة، رمى الجذع في مكان والأطراف في مكان آخر.